مساء الخير. حلقة اليوم كغير الحلقات السابقة، سنتحدث فيها عن منظمة كغير المنظمات، وحركة كغير الحركات. إننا أمام حركة للشباب ومنظمة للشباب ولدت من رحم المقاومة والكفاح ضد الاستعمار المباشر، واستمرت في قلب معارك شعبنا من أجل التقدم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مما كلفت مناضليها ثمنا باهظا وحصارا وتضييقا ومنعا في أكثر من مرحلة. منظمة تفاعل معها الجميع وانخرط أو يحاول أن ينخرط فيها الجميع بالرغم من اختلاف انتماءاتهم وألوانهم وتوجهاتهم وألسنتهم، إلى درجة أنه استحال أن يوجد معها منافس بالرغم من تأسيس ما يسمى بالاتحاد العام لطلبة المغرب سنة 1962 ومحاولة السطو والقفز عليها من طرف قوى مضادة في التسعينات من القرن الماضي. منظمة نقابية طلابية دافعت ولازال عن الحقوق المادية والديمقراطية للطلبة، وجربت كل أشكال التنظيم من فوق ومن تحت، عموديا وأفقيا، بيروقراطيا وقاعديا. عقد المنتمون إليها من الطلاب 17 مؤتمر كان آخرهم سنة 1980. منذ ذلك الحين لم ينعقد أي مؤتمر، لكن طلبة أوتم لم يبقوا أبدا مكتوف الأيدي، بل واصلوا نضالاتهم بطرق مختلفة، وتنظموا في فترة من الفترات وخاصة في التسعينات من القرن الماضي في لجان أوتمية انتقالية ولجان فصائلية ولجان للحوار تمثل الجميع وفق شروط الحد الأدنى المطلوبة والممكنة بينها سياسيا ووفق إكراهات الأزمنة والأمكنة، وأجرت حوارا فصائليا على مستوى عال. أوائل التسعينات لم يكلل بالنجاح، وربما سنرى أسباب ذلك اليوم مع أحد ضيوفنا هذه الليلة الدكتور أحمد البوز، الذي تقاسمنا معا أجواءها بتفاهم وارتياح وأمل. منظمة حملت شعارات قيل أن بعضها أكبر من حجمها، ومع ذلك دافع الطلبة عن استقلاليتهم وهويتهم الكفاحية باستماتة قل نظيرها، تماما كما دافعوا عن حرية الجامعة واستقلاليتها ودورها الريادي الإشاعي والأكاديمي والبحث العلمي. منظمة ظلت حية بالرغم من كل عوامل التعري التي أصابتها والقمع الذي تعرضت له، فبعد السطو على مقرات تعاضديتها في الجامعات ومجالس قاطنيها في الأحياء الجامعية في الثمانينات، ها نحن اليوم أمام محاولات لتجسيد آخر رموز وجود هذه المنظمة التاريخية. ويتعلق الأمر بالمحاولات الحثيثة لوزارة الشباب والرياضة لقتل رمزية أوتم والاستيلاء على بقعة أرضية تقدر مساحتها ب 1500 متر مربع، وانتقاما من تلك الذاكرة الجماعية لمدرسة أنجبت أطرا من أساتذة ونقابيين وباحثين وأطباء وحتى برلمانيين ووزراء. لفهم ما جرى ويجري نستضيف الليلة في حلقة جديدة من برنامجنا حوار اليوم كل من الأستاذ محمد بوطيب مناضل أوطمي سابق وعضو لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. معنا أيضا الأستاذ أحمد البوز، أستاذ جامعي وعضو اللجنة الانتقالية لأوتم بفاس أوائل التسعينات. ومعنا الأستاذ حماد البدوي، مناضل أوطمي سابق بجامعتي وجدة وفاس وناشط سياسي للمهجر وصاحب كتاب سنوات الرمل. كان بود أن يحضر معنا الأستاذ حسن صعيب، مناضل أوطمي سابق ومعتقل سياسي سابق وعضو الكتاب الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، لكن اعتذر لظروف تقنية، وسيعوضه الأستاذ أحمد إسلامي وهو مناضل أوطمي سابق أيضا وعضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي. مرحبا بكم رفاقي الأعزاء، مساء الخير. أهلا وسهلا سي سعيد. مساء الخير. سأبدأ أطرح سؤال أول على الأستاذ بوطيب. محمد بوطيب تسمعني؟ مرحبا
مرحبا. طيب انتم في اللجنه الوطنيه او لجنه المتابعه ديال اللقاء التشاوري اللي كيناضل من اجل بقاء المقر، عدم السطو على مقر الاتحاد الوطني لتنظيم المغرب، واش ممكن تنوروا الراي العام الان اليوم حول التطورات القانونيه والقضائيه والنضاليه المتعلقه بقضيه المقر المركزي للاتحاد الوطني لتنظيم المغرب؟ حاول تكون مختصر في مداخلتكم. تفضلوا استاذ. في حدود شحال الوقت؟ تفضل، عندكم 5 دقائق. اوكي، شكرا رفيق سعيد العمراني، وشكرا لقناة تلفزيون على الاستضافة، وانا فخور نتقاسم هذا الحوار والنقاش مع رفاق اللي ساهموا بشكل كبير في الدفاع على المبادئ ديال هذه المنظمة. اوكي، بالنسبه لنا هذه القضيه ديال المقر ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، انا نحاول نتكلم في الاول على القضيه ديال المقر، ومن بعد طبعا مع الحوار يمكن تداولوا نقاط اخرى. كيف ما كيعرف الجميع، سنه 1958 في يعني في البدايات الاولى لفتره ما بعد الحمايه، انتزعت الحركه الطلابيه والعماليه بالمغرب عدد من المكاسب الاساسيه، من ضمنها حصول الحركة النقابية العمالية والطلابية على مقرات وطنية ومحلية. وفي هذا السياق الملك الراحل محمد الخامس منح الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فيلتين بحي الليمون بالرباط، تقدر المساحة ديالهم ب 1500 متر، لكي يستعمله الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمقر مركزي. طبعا في أي سنة؟ سنة 1958 منح الملك محمد الخامس في ظل الشروط السياسية والاجتماعية اللي كانت كتحكم الوضع في المغرب انذاك، وفي ظل المد العمالي اللي كان والنضالات الشعبيه اللي كانت في ديك المرحله، منح محمد الخامس هذه الفيلتين بحي الليمون كمقر مركزي للاتحاد الوطني لطلبه المغرب. ظل الاتحاد يستعمل هذا المقر بشكل طبيعي منذ سنه 1958 الى غايه 1983، ما عدا في فترة 5 سنوات الفاصلة ما بين 1973 إلى غاية 1978، وهي فترة معروفة لدى الرأي العام المناضل بكونها فترة فرض فيها على الاتحاد حظرا إداريا. وبعد الحظر طبعا الشرطة وضعت واحد المداومة ديال البوليس أمام المقر مباشرة بعد الحظر القانوني سنة 1973. استمرت هذه المداومة تقريبا واحد المدة ديال 3 أشهر، ومن بعد مشوف حالته من استرجعت المنظمه الشرعيه القانونيه ديالها، واستمرت في الاستعمال ديال هذا المقر بطريقه طبيعيه الى غايه تقريبا سنه 1983، يعني منذ استرجاع الشرعيه القانونيه حتى 1983. علاش؟ لان رغم ما تمكنش المؤتمر الوطني 17 من النجاح، والدوله من بعد يعني عبر الاجهزه البوليس فرضت الحظر العملي ودخول الاوقات في الجامعه، ولكن استمرت القياده او لما تبقى من اللجنه التنفيذيه باستعمال المقر، هما الاخوه محسن عيوش وحسن السوسي وعبد الرحيم بن نصر، الى غايه الاعتقال ديالهم في سنه 1983 على اثر المعركه الوطنيه الكبرى ضد التدخلات البوليسيه المباشره في الساحه الجامعيه وضد جهاز الاوقات وضد انتهاك الحريه النقابيه. من بعد سنه 1984 كيفما كيعلم الجميع تقريبا تم القضاء بصفه تامه على كل الهياكل القاعديه والتحتيه اللي بقات صامده في الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، لجان الاقسام والتعاضديات ومجالس القاطنين، وبالتالي حصل الفراغ التنظيمي كبير جدا بعد سنة 1984. طبعا حاولوا المناضلات والمناضلين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يستدركوا هذا الفراغ التنظيمي بداية التسعينيات مع تأسيس اللجان الانتقالية والنقاش اللي كان ما بين الفصائل الطلابية آنذاك. الآن بقى الوضع هو هذا في ظل الفراغ التنظيمي من 81 إلى يومنا هذا. في مارس 2016 29 مارس رفعت وزارة الشباب والرياضة دعوة أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية في الرباط لمطالبة الحارسين إبراهيم فرحان ومحمد فرحان بالإفراغ دون حديث عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أو ممثله القانوني اللي هو الأخ محمد بوبكري حسب القانون الأساسي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واللي طبعا بقى الاتحاد الوطني راه من بعد 78 بقى منظمة كتحظى بالشرعية القانونية. لم يصدر أي قرار بحل هذه المنظمة لا من طرف القضاء ولا من طرف
الوزارة الأولى آنذاك ولا من طرف وزارة الداخلية، وبالتالي الوزارة يعني بواحد النوع من المكر وواحد النوع من الخداع استهدفت. الأستاذ بوبكري واش هو سمعته ولا قريت في وسائل الاعلام بانه شي مره جا حتى هو دعم هذه المبادره ديالكم اللي كتقوموا بها انتم طبعا لحمايه المقر ديال الاتحاد الوطني؟ انا جاي لهذه النقطه. مارس 2016 رفعت الدعوه، بقات الدعوه في المحكمه الابتدائيه في الرباط امام القضاء الاستعجالي. في اكتوبر، في 19 اكتوبر بالضبط، الاستاذ المحامي محمد الهرموزي اللي كان كينوب على الحارسين بحكم ماضيه النضالي الطلابي دخل بوبكري في الدعوة، دار ما يسمى بإدخال الغير في الدعوة، وقال هاد الشيء اللي كديروه راه ماشي معقول، هذا راه مقر ديال منظمة طلابية سميتها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وبالتالي كيفاش وزارة الشباب والرياضة كتقول فقط عندها مشكل مع جوج الناس كيحتلوا واحد المقر اللي هو في اللي كتقول بلي انه ديالها، الرسميين العقاريين مسجلين على الملك الخاص للدوله، على دومين بريفيد ليطا، لان بوضوح حنا منين قلبنا لان الطلبه سنه 1958 منين عطاهم الملك الراحل محمد الخامس هذا المقر كهيبه ما مشاوش للمحافظه العقاريه في الرباط وسجلوه باسم في ملكيه الاتحاد الوطني لطلبه المغرب. هذه هي الثغره اللي داخله منها من ناحيه يعني المسطره العقاريه، هذه هي الثغره اللي داخله منها وزاره الشباب والرياضه، ولكن هذا ما كاينفيش كل الوقائع التاريخيه بلي هذا المقر. تفصيل الاستاذ بوطيه بارجع معك التفصيل، غير قلنا اليوم فين وصل لهذا الموضوع. سمعت عاد نشرتيو في الصفحه ديالكم واحد قرار ديال القضاء كيدعو فيه الافراغ بالقوه لذاك الحارسين اللي موجودين في المقر ديال الاتحاد الوطني في المغرب. انا جاي ولكن بغيت نستغل هذا الوقت اللي عندي باش نبداو من بعد نشوفوا شنو الخطوات اللي دابا. دونك في اكتوبر دخل محمد بوبكري القضاء الاستعجالي باش يحكم لصالح وزاره الشباب والرياضه، قال منين حكم في 28 ديسمبر 2016 قال باللي ان هذا الدخول ديال محمد بوبكري على الخط ما استوفاش احد الشروط الشكليه اللي هي عدم تاديه الرسم القضائي، عدم تاديه الرسم القضائي وفق ظاهر 1984، وفي الحين ان احنا الدفاع ديال الاتحاد الوطني طلبه المغرب خلص الرسم القضائي وعندنا الرسم القضائي، لذلك كنقولوا باللي ان تم تزوير في الملف وتم اخفاء احد الوثائق الاساسيه، وبالتالي تم استبعاد محمد بوبكري كانه لم يتدخل. الوثيقه الاساسيه شكون اللي اخفاها؟ شكون اللي خفاها؟ يعني حنايا الملف كاين في المحكمه، كاين عند القاضي ديال المستعجلات اللي هو رئيس المحكمه الابتدائيه. شكون اللي خفاه يعني من الملف؟ هذه من المفترض المفتشيه العامه لوزاره العدل هي اللي تقول للراي العام شكون اللي خفى الوثيقه، او المجلس الوطني لحقوق الانسان، او الهيئات المكلفه بانها تراقب شنو كاين الملف وكاين الوثائق اللي تسرقوا منه. تسحبت وثيقه اللي هي الرسم القضائي ديال 200 درهم خلصناه الرسم القضائي، وعدنا الوصل وعدنا الرقم ديال الوصل وعدنا جميع الأمور، خفاوا الرسم القضائي باش يستبعدوا محمد بوبكري باش يحكموا لصالح وزارة الشباب والرياضة، وحكموا لصالح وزارة الشباب والرياضة، وكان الرد وطني بحيث نظمات مسيرة وطنية كبرى في الرباط شارك فيها كل الأجيال، وهذه المسيرة اعتصمت في المقر، وكان الرد ديالنا أننا نظمنا ندوة صحفية في المقر ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 7 يناير، ووجه الأخ محمد بوبكري شكاية لوزير العدل، واستقبلوا وزير العدل والحريات آنذاك الأستاذ محمد أجار عن طريق المفتشية العامة للوزارة، ولم تنفي المفتشية العامة للوزارة ما ورد في شكاية محمد بوبكري حول أن الملف كان فيه تزوير إلى غير ذلك. ومن ذاك الوقت إلى يومنا هذا القضية أمام الاستئناف، رحنا غنمشيو دابا للجلسة 29 في 2 مارس. اللي كاين دابا هو اننا تفاجئنا القضيه باقيه في الاستئناف، والدوله دابا تهدد باستعمال القوه العموميه للاستيلاء على مقر تابع المنظمه النقابيه الشرعيه. سؤالنا للسلطات العموميه في البلد هو ما يلي، ولا التحدي ديالنا القانوني والسياسي والنضالي والاخلاقي في علاقتنا بالدفاع على المقر ديال الاتحاد الوطني طلبة المغرب، هو نتحدى أن تلجأ الدولة في شخص وزارة الداخلية أو وزارة الشباب والرياضة أو أي هيئة عمومية لرفع دعوة ضد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
دعوة ضد الاتحاد وضد ممثليه القانوني من أجل الاستيلاء على المقر، لأنهم لن يستطيعوا ذلك ولا يمكن لهم أن يقوموا بذلك، لأنهم يعرفون بأن هذه المنظمة اللي كتعتبر نفسها في الفصل الأول ديال القانون الأساسي أنها منظمة نقابية. وما دلالة هذا القرار ديال الإفراغ بالقوة؟ الدلالات ديال هذا الإفراغ بالقوة هو أن طبعا السلطات العمومية استغلت الفراغ التنظيمي اللي كاين، استغلت الشروط، لكن باقي في الاستئناف طبعا باقي في الاستئناف. ولكن مع كامل الأسف رئيس المحكمة الابتدائية من ينصدر الأمر الاستعجالي صدروا بأنه يعني محكوم بالنفاذ المعجل، يعني ممكن يتنفذ القرار دون انتظار المحكمة الاستئناف. بالتالي يعني هما دابا كيحاولوا يسرعوا المسطرة ديال الاستيلاء على المقر قبل ما يبان القرار ديال 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 ارجع عندك الاستاذ الاستئناف. ارجع عندك نعتذر، نمشي عند الاستاذ البوز ك ك كاستاذ القانون. استاذ البوز وي نعم استاذ البوز، المداخلة ديال الاخ والرفيق محمد وطيب حول هذا الاشكال ديال محاولات السطو على المقر الاتحاد الوطني لدولة المغرب في الجانب الكرونولوجي. أنتم كأستاذ القانون وكمناضل سابق ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعضو لجنة الانتقالية في فاس، كيفاش كتشوفوا الوضعية ديال الاتحاد اليوم قانونيا وتنظيميا وسياسيا؟ واش الدولة من حقها السطو على هذا المقر ولا ماشي من حقها، أو لا هذا المقر هو ملك ديال الطلبة والطلبة خصهم يجبروا حل المشكل ديالهم التنظيمي باش يدخلوا لدارهم لأن هذيك دارهم؟ تفضل. نعم، شكرا سي سعيد. وانا سعيد، انا سعيد مع مرحبا. سعيد مرحبا تجدد هذا اللقاء ومشاركه مع الاصدقاء والرفاق سي بوطيب وسي بدوي وسي اسلامي لمناقشه موضوع كنعتبره فيه شويه ديال النوستالجي اللي حكمت واحد الجزء من تاريخنا، وفيه ايضا الماضي وفيه المستقبل، لانه كيهم واحد الحركه اللي كنعتبروا بانها اهميتها كمدرسه ديال التكوين وديال الاشعاع وديال التربيه على القيم ديال النضال والقيم ديال المواطنه وديال الدفاع على الحقوق والتربيه ديال الطلبه والمشاركه السياسيه والتعبير عن الموقف. كنعتبروا بانه كاين حاجه ليها، والحاجه لهذا المقر لا تزال مطروحه في ارتباط بهذه الحاجه اليونان، انه الموضوع حول المقر واهميه المقر مرتبط بالاهميه ديال اليونان. هناك ربما بعض أو نوع من التفكير الذي يعتبر بأنه لم تعد هناك حاجة لحركة طلابية، ولم تعد هناك حاجة لمنظمة يعني طلابية، وبالتالي يعني ليس هناك حاجة للمقر. ولذلك أعتقد بأنه المحاولة ديال استرجاع أو المحاولة ديال السطو كما سماها السي بوطيب، مشكور على هذه التوضيحات وعلى هذه المعلومات، وإن كنت أفضل أنه كان ربما في هذه الجلسة يكون أيضا المحامي الذي ينوب على فرصة مقبلة. ستكون هناك تفاصيل أكثر، وإن كان السي بوطيب يعني كان دقيقا وكان مفصلا في عدد من الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع. ولذلك يعني هناك إشكال تنظيمي داخل اليونان، هناك إشكال ربما مرتبط بقضية الشرعية وبقضية يعني الأجهزة أو الأعضاء الذين كانوا ينتمون ويشكلون الأجهزة اليونان في المؤتمر 16. وسي محمد بوبكري كان رئيسا للمؤتمر، يعني كان كرئيس اليونان في المؤتمر يعني 16،
يعني عدد من الأعضاء لم يعودوا يحملون صفة انتماء إلى الحقل الطلابي وإلى الجامعة وإلى الاتحاد الوطني طلبة المغرب. هناك إشكاليات معقدة، ولكن هذه الإشكاليات المعقدة ذات الطابع السياسي وذات الطابع التنظيمي في تقديري لا يجب أن تكون مبررا لمحاولة السطو على مقر اليونان، نظرا لكون هذا المقر يعني يحمل نوع من الرمزية بالنسبة للحركة الطلابية وبالنسبة للحركة الطلابية وبالنسبة لعموم الطلبة. ثم يعني هذا المقر هو هيبة للطلبة وهيبة للحركة الطلابية في ظروف معينة. كون الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لم ينتبه ولم يعمل على تسجيل هذا المقر باسمه، فهذا في اعتقادي لا يبرر هذه الخطوة من جانب وزارة الشباب والرياضة في هذا الاتجاه. ولذلك هذه الخطوة لا يمكن أن تفهم إلا في اتجاه أنها موقف سياسي وامتداد لبعض الممارسات التضييقية التي تعرضها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وشكل من أشكال يعني تطوير الحظر العملي الذي عانه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعانته الحركة الطلابية منذ الثمانينات لكي يتحول إلى حظر قانوني. ولذلك أعتبر أن حكم من هذا النوع هو بصريح العبارة نوع من الحظر القانوني على اليونان الذي يعيد أن يذكرنا بما حدث للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في مستهلي السبعينيات من القرن الماضي. هذا لا يجب أن يجعلنا نغفل بأنه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يعرف إشكاليات ويعرف بعض المشاكل الداخلية، بعض المشاكل البينية. هناك أكثر من جهة الآن تتحدث باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الجامعة تغيرت، ظهرت مكونات جديدة في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ولكن مع ذلك لا أعتقد بأنه هذا الموضوع يعني يعطي مبرر للدولة أو في شخص وزارة الشباب والرياضة يعني القيام بمثل هذه الإجراءات. ولذلك مطروح على يعني الفصائل الطلابية أو ما تبقى من الفصائل الطلابية وعلى يعني الجمعيات والهيئات التي تحمل هذا النضال وعلى الحركة التي هي مجندة الآن لمقاومة هذه الخطوة أن تبدع وأن تعمل على خلق ويعني سلوك كل يعني الوسائل والإمكانيات القانونية التي يفرضها أو تفرضها يعني المواجهة ديال مثل هذه الإجراءات، دون وأعيد وأؤكد أن مسألة اليونام ومسألة حتى المقر تحتاج إلى نوع من تكاتف الجهود ونوع من النقاش ونوع من يعني عودة الحوار للحقل الطلابي. هذا الحوار الذي تكلمت عنه في بداية التسعينيات ولم يكتب له يعني النجاح، وربما الآن الحركة الطلابية أو الفصائل الطلابية أو ما تبقى من الفصائل الطلابية أو من لا يزال يحمل الهم الطلابي في الساحة الجامعية أن يعيد إنتاج هذا الكامل. سأخصص لهم حلقة كاملة للفصائل الطلابية يوم الخميس المقبل، وهما مدعوين طبعا الحال المشاركة في النقاش العام حول الاتحاد الوطني المغرب وحول مقره. نمشي مباشرة الأستاذ البدوي، الرفيق البدوي. أهلا وسهلا، مساء الخير. اليوم نتعامل معك كصحفية. مرحبا سي البدوي، علاش التشبث بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب مادام كاين هذا النوع المشاكل وكاملة ديال الافعال اللي قال الان الاستاذ البوز بانه كاين واحد الفراغ التنظيمي وكاين واحد الدوله فحال اللي تتجه نحو المنع او الحظر القانوني للاتحاد الوطني المغرب ما بعد الحظر العملي، وانه كان من المؤتمر 17 تال دابا ما داش مؤتمر. زعمك علاش التشبث بالهويه ديال الاتحاد الوطني المغرب وتشبث المقر بحال اللي كنشوفوا الناس الان تشتغل يوميا باش هذا المقر خص يبقى للطلبه وما يدي حتى شي جهه اخرى؟
شكرا الأستاذ سعيد والرفيق سعيد. مرحبا. ومساء الخير الأستاذ أحمد صديق أحمد وحفيظ من قرسيف وأستاذ محمد اللي ما رانيش نشوفه كنشوف شو وجهه ما بين ليش. شوف سعيد، أولا خلينا نتفاهموا على واحد الحاجة. الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هو بحال منظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة للشعب الفلسطيني. احنا بالنسبة لنا كريعال وأجيال مختلفة عندنا علاقة وجدانية. الأستاذ أحمد قال النوستالجيا، صحيح فيه واحد الجانب ديال النوستالجيا وفيه واحد الجانب ديال الوجداني عميق جدا، لأنه لحظة مرورنا بالجامعة وانتمانا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب كان لحظة تأسيسية لشخصيتنا الجماعية والمسارنا في الحياة، وبالتالي هي حاجة مهمة. هي ماشي دعم للطلبة ديال اليوم ولا مساندة ولا، هو التزام أخلاقي روحي مع واحد المنظمة واحد الكيان واحد الإطار اللي حولنا من ناس بسطاء جايين من البوادي المغربية وجايين من مناطق مهمشة المغربية وخلانا ندخلوا للمشهد السياسي المغربي وحتى العالمي. فتح لنا الأبواب أننا نعرفوا العالم وأننا نكونوا فاعلين في المحيط ديالنا، وأنه بشكل عام يعني نحن ما نحن عليه اليوم بفضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وبذلك هو موضوع كيعنينا. ولهذا يعني أجيال كثيرة انخرطت في هذه المعركة ديال الدفاع على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ماشي لأنه قيمته المادية كبيرة، ماشي لأنه غادي يجيب في سوق العقار واحد هذه، ماشي لأن شي واحد محفظه على سميته، ولكن لأنه كيرمز لواحد الحاجة مهمة. كما المخزن كيأرخ لنفسه كيأرخ لواحد المحطات وتولي العرش وكذا وتدشين وكذا والنفي وإلى آخره، احنا بالنسبة لنا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هو واحد المحطات نتاع تعلمنا فيها التضامن، واحد المحطات تعلمنا فيها التحدي، تعلمنا فيها التمرد، واحد السياقات معينة اللي ساهمت في رفع النمو ماشي غير ديال الطلبة ولكن حتى مناطقهم وعائلاتهم وإلى آخره. ولذلك من غير الجانب القانوني الحقيقة أنه ما عنديش تفاصيل دياله، ولكن الواقع وهو أنه المخزن لا يعطي أي اعتبار لشي حاجة اللي هي خارج دائرة المخزن، ما قابلش بذاكرة أخرى، ما قابلش بسردية أخرى، كل شيء متمحور حول المخزن. العقيدة ديال المخزن وهو أنه خصو يكون هو المركزي، هو المحوري، هو كيأسس لواحد السردية بشكل أحادي ما فيهاش عبد الكريم الخطابي، ما فيهاش المهدي بن بركة، ما فيهاش عمر بن جلول، ما فيهاش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما فيهاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ما فيهاش الناس اللي ضحوا من أجل المغرب مختلف على هذا الشيء اللي حصلنا عليه بفضل سياسات المخزن. وبالتالي يريد أن يفرض واحدة ذاكرة أحادية مزورة مغيب منها بشكل كلي القوى ديال التحرر، مسلط فيها الضوء على القوى ديال النقص، باغي كذلك ينتقم من أجيال من الشباب المغربي يطمس الذاكرة ديالهم. لكن أهم شيء بالإضافة لهذا الشيء المدخل ما هوش معركة، المدخل الاسترجاع المقر نتاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أو لا الفرض أنه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يكون عندها مقرات ليس فقط مقر مركزي ولكن مقرات جهوية، لأنه اليوم مناطق كثيرة في المغرب صارت فيها جامعات من شرقا إلى جنوب والشمال والغرب. الفاعل الرئيسي في هذه العملية هو الحركة الطلابية المغربية. إذا الحركة الطلابية المغربية ما بناتش نفسها على أسس جديدة اليوم من خلال الحوار والتنسيق والتواصل ما بين المكونات اللي هي داخل الجامعة، ما بين المكونات الديمقراطية والتقدمية واليسارية اللي حاملة الإرث ومحافظة على الإرث ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، فممكن تنتهي العملية، ممكن نحتجوا واحد المجموعة ديال الناس وممكن تنتهي المسألة، يحسم فيها القضاء، تفوت الاستئناف وتشوف وتوصل لمحكمة النقض وينتهي الموضوع. اليوم الحركة الطلابية بالإضافة للقضايا اللي مطروح عليها وقضية التعليم بشكل رئيسي، مطروح عليها كذلك أنها توفر نفسها الأداة الرئيسية لكي تخوض معركة
ذاكرتها وفي مقدمتها معركة المقر المركزي ديال الاتحاد الوطني للطلبة. السي البداوي دابا حنا كاين عندنا واحد المسافة على الجامعة ديال المغرب، صحيح أن شي وقت كانت الفصائل واضحة عند التزاماتها وصراعتها، ولكن في آخر المطاف كتوصل نوع من الاتفاقات، من الاتفاقات حول ما هو أساسي ديال مطالب الطلبة، وحتى المواقف السياسية كتحاول ما يمكن تجبر فيهم حدود أدنى. اليوم كاين تشتت، ازداد التشتت وازداد انهيار ديال هالحركة الطلابية، صعب ضبطها وصعب إيجاد مفاصل الحوار فيما بينها، بما يسهل على النظام السطو على المقر ديالها المركزي والإجهاز على الجامعة المغربية ودفعها في اتجاه ديال كما نقولوا ماشي التعليم الحر، حتى تصبح جامعات حرة حتى هي، واللي ما عنده فلوس يقرا واللي ما عندوش ما يقراش. هذا هو هدف ديال المخزن في هذا الاتجاه. شنو كيفاش ممكن، هذا السؤال يمكن نطرحه للطلبة في من قبل، ولكن قلتي بأنه خص رؤية جديدة للحركة الطلابية. شنو في نظرك الرؤية الجديدة اللي خصها تتبع الحركة الطلابية؟ شوف الرفيق سعيد، يمكن يكونوا طلبة كيسمعونا، أنا نعطي غير واحد المثال ونرجع للموضوع المهم. شوف طلبة تشيلي، طلبة خرجوا دايرين مظاهرات على التعريفة، على الزيادة في التعريفة نتاع المترو، ومن بعد المظاهرات على التعريفة، على الزيادة في تعريفة المترو، حولوا استطعوا يخلقوا انتفاضة أو يكونوا مقدمة لانتفاضة شعبية. اليوم طرحها في الأجندة تغيير الدستور، ما بقاش المسألة محصورة في قضية التعريفة نتاع المترو. الحركة الطلابية عندها قوة كبيرة، ولكن إذا عندها قدرات هائلة، ولكن إذا طلبة في الجزائر، الحراك الجزائري لعب في طلبة دور مهم جدا. تماما، طلبة المغاربة باستطاعتهم إرباك المشهد المغربي أكثر مما يعتقدون هم أنفسهم. تتصور أننا كنتكلموا على الجامعة في السبعينات والثمانينات والتسعينات، مع مرور الوقت فتحوا جامعات في مناطق كثيرة، يعني كميا عمليا الجامعة ولت موجودة في كل أقاليم ديال المغرب، ولذلك عندهم إمكانيات كبيرة إلا الحسيمة. ولذلك الطلبة عندهم واحد المدخل اللي يقدر يحولهم إلى حركة قوية، تركيز على قضية التعليم وعلى الجامعة. شوف معايا، قضية التعليم وهي واحد القضية عرضانية كتعني المغاربة كاملين، كتعني الموظفين ديال المهنيين ديال قطاع التعليم، أساتذة ومعلمين والآخرين، كتعني الأولياء ديال الأباء والأولياء والأمهات نتاع الطلبة والتلاميذ. التعليم إلى يومنا هذا مازال هو الوسيلة الوحيدة ديال الترقية الاجتماعي، يعني كل الناس معنيين بقضية التعليم، وبالتالي قضية التعليم ماشي هي مطالب خبزية ولا مطالب نقابية. التعليم لو أن الطلبة يبنيوا أنفسهم يقدروا يطيحوا النظام من خلال معركة التعليم، لأنه التعليم مسألة كتعني كل العائلات المغربية. وبالتالي كان واحد الحاجة مهمة تعلمناها من خلال التجارب ديالنا في زمان الجامعة وما بعد الجامعة وحتى في البلدان اللي رانا عايشين فيهم خارج الوطن، إما أنه الفاعلين والنشطاء والطلبة المناضلين ومن مختلف الطيارات الديمقراطية والتقدمية، إما يتعلموا بتواضعه، لأن التواضع ضروري في النضال، أنهم يعترفوا ببعضهم البعض. اليوم ديك الثنائية ديال الراديكالي والإصلاحي وإلى آخره ما بقاش تاكل. اليوم الناس اللي كانوا مستعدين ينخرطوا في معركة معينة، سواء كانوا ناس متعلمين ولا ماشي متعلمين، ولا عندهم مستوى رؤية استراتيجية ولا رؤية نتاع المرحلة، ولا مستعدين يشاركوا فقط لمدة سنة ومن بعد ينسحبوا لأغراضهم، كلش هاد الناس خصهم يكونوا في المعركة. ولكن كيفاش؟ خص واحد المنسوب كبير ديال الحوار. أنا لو كان اليوم نرجع للجامعة أسي سعيد، ما نديرش من غير الحوار والحوار والحوار والتنسيق وبناء الاتفاقات. أرجع عندك لأن عندنا ضيف رابع كيتسنى. أنا متفق معك حول هذا الشيء، الدور اللي يمكن تلعبه الحركة الطلابية، وخاصة العام اللي فات شفناه بعض المظاهرات ديال التلامذ، غير التلامذ،
زعزعوا الدولة. لو كان استمروا غير شي شهر غتكون عندها انعكاسات أخرى ربما إيجابية في إطار الإصلاح التعليمي إلى غير ذلك، ولكن فقط شي أيام تحركوا التلاميذ مشاو قدام البرلمان خرجوا الشارع، يعني ما كيديروش حسابات بزاف الطلبة والتلاميذ، ماشي بحال الناس اللي مستقرين مهنيا وعائليا إلى غير ذلك. نمشيو مباشرة عند الأستاذ إسلامي عبد الحميد. عبد الحفيظ. عبد الحفيظ اسمح لي. مساء الخير. مساء الخير. عبد الحفيظ تبعتي معنا الحوار؟ حسن، وتحية للضيوف الكرام وهما أصدقاء ديالي صديق حماد بداوي وصديق محمد البوطيب ومن الجيل اللي جا من بعدي في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أوكي، شكرا أستاذ إسلامي عبد الحفيظ. أنتم من قدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، تبعتيو معنا حوار وشفتي بأنه الإخوان والرفاق تكلموا حول دور الحركة الطلابية الرائد اللي لعبته الآن ولا كل في بلدان العالم، وكيفاش كتشوفوا أنتم هاد كيفاش كتفهموا هذا الدور ديال الحركة الطلابية من خلال السيرورة التاريخية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وصولا إلى الوضع الراهن إلى ما هو عليه اليوم؟ تفضل أستاذ. تحياتي للجيل المغربية. لعبت واحد دور كبير سواء في المرحلة ديال الاستعمار مقاومة الاستعمار، رغم أنه ما كانش هناك مؤسسات جامعية كثيرة وما كانش عدد طويل. إلى حدود بداية السبعينات كان حوالي 150 ألف طالب يخليوا البصمات ديال في الحق النقابي والسياسي المغربي بفعل الوجود التنظيمي المنظمة ديال أوتيم. ما كانت تكلمش على الوجود الفصائلي، الفصائلي كانت وجودة فصائل وكانت فيها الإصلاحي والتوري والتصنيفات اللي كانت موجودة حردها، ولكن كانت أوتيم هي الجامعة لكل هذه الفصائل. ما أتأسفوا له هو أن الخطر الذي داهم أوتيم في الماضي من حظر قانوني وحظر عملي ومحاولة تشتيت وتلغيم الحركة الطلابية يستمر من طرف المخزن، النظام المخزني، في شكل اجتتات نهائي من خلال المؤامرة ضد الرمزية ديال المقر ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أعتقد أن هاد محاولة اجتتات هذه الرمزية لا تنفصل عن هجوم عام على الحريات وعلى الحق في التنظيم. الآن لم يعد الاتحاد الوطني فقط مهدد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تعطى للعديد من فروعها وصولات الإيداع، بعض النقابات مثل الأفنو لا تعطى وصولات الإيداع للعديد من فروعها، النهج الديمقراطي نفسه ممنوع من الحصول على وصولات الإيداع لبعض فروعه رغم أن هذه التنظيمات قانونية. ما يتعرض له الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الآن يتطلبه من بين ما يتطلبه هو استنهاض الوضع الذاتي للحركة الطلابية. الجانب الموضوعي في الحركة الطلابية معروف، المخزن وطبيعته وأهدافه ومؤامراته على الحركة الطلابية معروفة، يعرفها القاسي والداني وتعرفها كل الفصائل بمختلف تشعوباتها. ما ينتظرنا في المرحلة هو استلهام ما كان في الماضي ونفتقده الآن. ومن بين الأشياء الأساسية التي افتقدناها في حاضر الحركة الطلابية الآن هو قيمة التنظيم المركزي للحركة الطلابية. 1984 حينما كانت هناك انتفاضة 84، ما استهدفه المخزن لم يكن استهداف الرمزية أو المعنى أو الاسم، لأن ذلك سيبقى في صدور المناضلين خرجوا من الحركة الطلابية أو بقوا فيها. ما كان مستهدفا هو التنظيم والدليل واعتقال كل الأجهزة وكل أعضاء الأجهزة من تعاضديات ولجان أقسام وغير ذلك. كان هناك مقرات، ما كانش غير المقر المركزي،
أنا أتذكر في كلية الآداب بوجدة كان عندنا بيت فيه مقر وفيه الدكسيلو وفيه الأوراق وفيه مطبوعات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكان التعاضد ديالنا داك تستقبل الطلبة كأفراد وتصرفوا مشاكلهم وتدخلوا للحوار مع الكتابة العامة ومع القيدون آنذاك. إذن كانت هناك مقرات في العديد من المؤسسات الجامعية محلية، وكان يشتغل الاتحاد الوطني كمنظمة معترف بها بقوة التنظيم وبقوة الواقع. الآن ما المطروح الآن؟ المطروح أن نعود إلى جوهر الأشياء التي كانت مصدر قوة الاتحاد الوطني لقربة المغرب. المسألة التنظيمية أولا، ثانيا مسألة النسبية. إذا تذكرنا في مؤتمرات 13 و14 خصوصا في نهاية الستينات، لقد كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصائله سباقة إلى طرح في مؤتمراتها التمثيلية النسبية. والآن ونحن في أنا كمناضل حقوقي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عرفنا مشاكل في مؤتمرات الجمعية، واستلهمنا من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هذه الفكرة ديال التمثيلية النسبية، كما استلهمت الحركة النقابية والحركة الحقوقية وغيرها المبادئ الأربعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مدرسة أسست لفكرة وحدة نقد وحدة التي أشار إليها الرفيق البدوي والتي أتفق معه عليها بالنظر إلى ما يتطلب منا في المستقبل بالنسبة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. الحوار بين الفصائل هو المدخل الحقيقي لتجاوز كل العقبات الممكنة. لا يمكن اختزال الاتحاد الوطني في فصيل مهما كان هذا الفصيل يمتلك من قوة في المواقع أو من القوة في المواقف. الحركة الطلابية كانت كما قلت تضم حوالي 150,000، وكانت تزعزع الأوضاع وتخلق أطورا في المجتمع تتخندق في مختلف مواقع الصراع. الآن حوالي 1,000,000 من الطلبة ولا نجد الأثر المطلوب لهذا العدد في العديد من المواقع منذ حركة 20 فبراير إلى الآن، وحراك الريف والاعتقال السياسي وكل القضايا المجتمعية. من المبادئ الكبرى التي كان أوطن لا ينساها أبدا هو لكل معركة جماهيرية صداها في الجامعة. الآن ونحن نخوض ولجنة المتابعة نحييها من هذا المنبر التي تدافع عن أوطيم، كم هي الفصائل التي حضرت بقوة وعبأت بقوة للدفاع عن مقر أوطيم؟ للأسف رغم قوة المسيرات وقوة المعركة وقوة التعبئة إلا أنها من ناحية الكمية ليست في المستوى المطلوب نظرا لتردد أو تركه واحد العدد من الناس الذين يعتقدون بأن مسألة المقر ليست من الأهمية بمكان، وبالتالي الأهمية ترجع للحفاظ على التموقعات في بعض الفروع. كذلك هناك هجوم على التعليم، هناك الخوصصة، هناك ضرب مجانية، هناك قوانين خطيرة تستهدف الحق التعليمي. ما موقع الحركة الطلابية الآن؟ موقع ضعيف بإجماع الجميع، رغم أن العديد من الطلبة يقدمون نضالات لكن لا ترقى إلى مستوى حجم وقوة والقوة المعنوية والكمية للطلبة والحركة الطلابية. ما نحتاجه اليوم هو التفكير في التنظيم. إذا كان الرفيق حماد يتحدث عن الحوار ثم الحوار ثم الحوار وأنا أتفق معه، فأنا أقول التنظيم والتنظيم والتنظيم. لماذا كل مناضلي أوطيم حينما يتخرجون من أوطيم يدفعون في اتجاه تنظيم الحركة الجماهيرية؟ جمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لعب مناضل أوطيم دورا كبيرا في تأسيسها وفي تطويرها. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حينما التحق بها الأوطميون أضافوا إليها قيما نوعية. إذن الأوطميون بثقافتهم وبما ركموه من خبرة تنظيمية ومن مواقف يمكن أن يلعبوا دورا إذا فعلا تجاوزوا كل النقاط السلبية الذاتية الموجودة في الحركة الطلابية، والتي بطبيعة الحال تأثرت بمحيط كبير ليس محليا فقط
وإنما كذلك محيط دولي منذ انهيار المعسكر الاشتراكي ومنذ التشكيك الذي وقع في مجموعة من الأطروحات الماركسية ومنذ وبالقمع كذلك الذي تعرضت له التنظيمات الماركسية والتي كانت هي مصدر القوة الفكرية والتنظيمية للحركة الطلابية في مرحلة الطلبة الجبهويين أو قبل الطلبة الجبهويين. أستاذ إسلامي شكرا. كنت غنطرح عليك سؤال في إطار المداخلة ديالك ولكن ما كنتش كتسمع لي، غنرجع عندك فيما بعد. نمشي مباشرة للأستاذ بوطيب. أستاذ بوطيب. نعم. الأستاذ الإسلامي تحدث على حضور الفصائل الطلابية في المعركة اللي كتخوضها اليوم في إطار لجنة المتابعة المنبثقة على اللقاء التشاوري، على اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني المغرب. في نظركم واش الطلبة كيحضروا شوية واقفين معكم في هذه المعركة ولا ما ردوش الخبر كاع؟ نهضر معك في هذا السؤال هذا. معليش خلينا أن كنستغل هذه الفرصة وحنا كنتحاوروا على المباشر وكيسمعنا رأي عام مناضل وطبعا كيسمعونا اللي معنيين بالأمر على مستوى الدولة. نقولوا بعض الأشياء بوضوح. ما يقع أولا خرق للدستور الرسمي للدولة المغربية، خرق سافر للدستور الرسمي للدولة. نحن أمام انتهاك صريح للفصل 8 من الدستور، دستور الدولة المغربية، عفوا الفصل 9 من الدستور يقول لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدى السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي. أنا حدايا القانون الأساسي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ديال آخر مؤتمر ناجح، الوثيقة القانونية الآن التي تلزم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عندما عرف نفسه في الفصل الأول كمنظمة نقابية، وبالتالي نحن أمام خرق سافر للدستور الرسمي للدولة. هذا أولا. ثانيا نحن نتحرك ومسألة أخرى، لأن نحن نتحدث أيها الرفاق حتى يتضح للرأي العام الأمور بشكل واضح، نحن لكل معركة جانب قانوني، ومهما بلغ شأن الجانب القانوني من صغر أو مهما بدا للبعض تافها، فالمدخل القانوني أساسي جدا. نحن نتحدث عن النقابة لديها وجود تنظيمي منذ سنة 1956، كان لها رؤساء ولها لجنها على الصعيد الوطني وعلى صعيد الجامعات إلى غير ذلك. نحن نتحدث لحدود الآن ليس هناك للدولة المغربية بمختلف أجهزتها أي حجة على عدم شرعية أوطم من الناحية القانونية. أما إذا تحدثنا عن الناحية العملية وإن هم الطلبة، أنا أطرح السؤال المركزي، من عرقل المسيرة التنظيمية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب؟ من كان وراء المجازر التي اقترفت في وجدة سنة 1982؟ من قاد بالهواري بعشر سنوات سجنا نافدا وهو الذي ظل متمسكا في محكمة الجنايات بمراكش على أنه مسؤول؟ مسؤوليته النضالية تتحدد أساسا ككاتب عام لتعاضدية كلية العلوم. من قاد الخطة الأمنية والسياسية الرامية لاجتتات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ولإفراغه من كل مقومات الصمود ومن كل مقومات الوجود التنظيمي والتقدمي والديمقراطي؟ من قاد الحملة السياسية الأمنية سنة بداية التسعينيات؟ من قضى على اللجان الانتقالية؟ ومن ورط الحركة الطلابية في مشكلات سرطانية؟ ومن وراء الاختراقات التي تقع هنا وهناك؟ نعم لليسار مسؤولية، نعم للأمازيغيين مسؤولية، نعم للإسلاميين مسؤولية، ولكن المسؤولية الأولى والمركزية هي لجهاز داخلية، هي للعدو الأكبر، هو المخطط الأمني والسياسي الذي استهدف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أقول نحن أولا نتحدث في إطار لجنة المتابعة مع الدولة المغربية من الزاوية القانونية، نقول ارفعوا أيديكم عن منظمة تحظى بالشرعية القانونية. مشكلاتها العملية ستحل باحترام الحرية النقابية في الجامعة، باحترام حق تنظيم طلابي، بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين
وبإرجاع المطرودين وبكشف المصير عن قبور الشهداء وبجبر الضرر المعنوي بالسياسي باعتذار المسؤولين في الدولة. من عليه أن يعتذر؟ عليه أن يعتذر على الجرائم السياسية والاغتيالات التي طالت مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أنا أتحدث عن منظمة تحظى بالشرعية القانونية بالقانون، أمامي القانون الأساسي يقول في فصله أستاذ الأخير. أستاذ مطيب، ما دمتم تتحدثون بالقانون، نقطة فقط، نقطة فقط، الفصل 15 يقول حول حل الاتحاد، يقرر المؤتمر حل الاتحاد بأغلبية خمسة أسداس المندوبين. متى اجتمع الطلبة المغاربة في مؤتمر وطني وقالوا لقد حلينا، لقد تم حل المنظمة؟ بالعكس، عندما اجتمعتم أنتم وجل الرفاق الذين أفتخر بمشاركتهم هذا الحوار المسؤول، كانوا في بداية التسعينات وشاهدوا بأم أعينهم المحاولات السياسية والنضالية والتنظيمية لبعث الاتحاد في إطار اللجان الانتقالية. من قضى على تجربة اللجان الانتقالية؟ من كان المستهدف الأول بمؤامرة سنة 1991 في وجدة ومؤامرة 1993 الاتحاد الوطني لطلبة المغرب؟ الدولة اليوم تبتهج وعمداء الكليات يمنحون التراخيص للفصائل لتعلق تروتسكي وماو تسي تونغ وستالين وغيفارا وأحمد ياسين والشيخ عبد السلام ياسين ولوناس معتوب وكلهم. الدولة المغربية ليس لديها مشكل حقيقي وجوهري مع الحلقية في الجامعة ومع النزعة الفصائلية الضيقة العاجزة عن تنظيم أكثر من 50 طالب على مستوى الكلية. لديها مشكل حقيقي مع الاتحاد الجماهيري. اليوم قالوا الرفاق أرقام، نحن أمام أزيد من 900,000 طالب. آخر مؤتمر انعقد في الرباط في غشت في سنة 1981 كان عدد الطلبة لا يتجاوز سنة 70,000. اليوم في فاس لوحدها 100,000 طالب، في أكادير لوحدها 120,000 طالب. نحن أمام خزان حقيقي، ليس لمواجهة قضية التعليم فحسب. ليس، أنا أعتبر أن الجامعة المغربية والحركة الطلابية هي البنية التحتية المركزية للوعي البديل في المغرب، هي البنية التحتية الأولية والمركزية لأي تغيير سياسي أو اجتماعي. الشيلي، تجربة الشيلي، ونحن كتبنا عليها كثيرا في أحد جرائدنا في إطار تجربة السياسية، تجربة الشيلي صمدت لأن هناك كونفدرالية طلاب الشيلي، وليبحث الرفيقات والرفاق حول كيف يشتغلون طلبة الشيلي متحدون في كونفدرالية واحدة بصرف النظر عن مشاربهم السياسية. من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار موجودين في كونفدرالية طلاب الشيلي، ولهم معارك ولهم باع طويل جدا في النضالات، حتى أنهم فرضوا حوارات مركزية أكثر من مرة على رئيس الدولة حول قضية الطلاب. فيما يتعلق بلجنة واش كاين طلبة اللي كيساهموا معكم في هذه المعركة؟ جوج، واش درتيو لقاءات مع مسؤولين مغاربه حول هذه المشكله ديال السطو على مقر مركزي للاتحاد الوطني للمغرب؟ حاول ايجاز باش ندوز، لان كاين بعض الضيوف صعب باش احنا اولا نتحرك بعد نرجع عندك. نحن نتحرك كلجنه المتابعه، تكويننا في لجنه المتابعه نتكون من قدماء العاملين في اوتيم، ونتكون من مناضلين ينتمون الى فصائل طلابيه، ومعنا الدفاع وعلى راسهم الاخ المحترم عبد الرحمن بن عمرو، ومعنا فعاليات ديمقراطية أخرى، ومعنا رئيس المنظمة المنتخب إبان المؤتمر الوطني 16. وبالتالي تشكيلتنا في اللقاء الوطني التشاوري وفي لجنة المتابعة هي متنوعة جدا. نحن أعضاء في الاتحاد الوطني للطلبة، القدماء أعضاء وفق القانون الأساسي. معي يا أخي سعيد، القانون الأساسي للاتحاد الفصل الرابع عندما يتحدث عن العضوية يقول الأعضاء هم الأعضاء العاملون في الاتحاد، واحد الطلبة المغاربة في الداخل، الطلبة المغاربة في الخارج، الطلبة الأجانب والأعضاء الشرفيون، ويسميهم قدماء العاملين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. نحن نتحدث كأعضاء شرفيون في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهذا الشرف هو الذي نتحمل مسؤولية تجسيده على أرض الواقع في مواجهة عملية. ومع ذلك كنا ولازلنا نحترم استقلالية القرار الطلابي. طب نحن فقط أعضاء شرفي.
نحن نعتبر بأن هذا الموضوع يهم الفصائل بالدرجة الأولى، ولكن لسنا يعني لا يسمح الوضع في المغرب لكي نلقي المسؤولية، كل مسؤولية على الفصائل. نحن نعرف جيدا الوضع الذاتي الصعب للفصائل الصامدة في الحركة الطلابية، نعرف كذلك الهجومات المتتالية على الحركة الطلابية، ونعرف كذلك حجم الاستهدافات، وبالتالي المسؤولية بالدرجة الأولى على الجميع يا رفيق سعيد، على الجميع يا رفيق سعيد، على كل قوى المناضلة أن تتحمل المسؤولية في التصدي لهذا الموضوع. نحن نعتبره، وأقولها في جملة، نعتبر أبعاد المقر، أبعاد معركة المقر، نعتبر بأن الدفاع عن المقر هو الحلقة المركزية اليوم، هو الحلقة المركزية اليوم لمواجهة ليس فقط الحظر العملي، ولكن مواجهة اجتثاث آخر معالم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة لكافة الطلبة المغاربة. اسأل باريسيون، اسأل أنا جملة وأنا يعني أزكي وأؤيد كل ما قالوه الإخوة حول مسألة الرمزية. هل يمكن للفلسطينيون أن يتخلون عن الأقصى علما أن الأمر يتعلق فقط بمسجد طبعا له قداسته وله مكانته التاريخ، ولكن لا يمكن للفلسطينيون أن يتفاوضوا على الأقصى، لا يمكن للباريزيون أن يتخلون عن لاتوريفيل، ممكن يعيدون بناء باريز برمتها. هذه مسألة رمزية، الاتحاد في طلبة المغرب يدل على الوجود، يدل على وجود الحركة الطلابية، ويجب أن ندافع عنه حتى تستمر الحركة الطلابية ومشكلاتها التنظيمية ستحلها. وأنت تعرف يا رفيق سعيد بأن الشعوب قادرة على صناعة تاريخها، الطلبة المغاربة سيصنعون تاريخهم الحزين، ولكن هذا الرمز يجب أن يصمد. شكرا أستاذ البوز. نعم أخر. أستاذ البوز، في نظركم واش كاين مداخل قانونية ونضالية وسياسية كفيلة باسترجاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب القوة ديالو والمكانة ديالو النضالية والدور الهام في النضال ضد تفكيك هذا التعليم العمومي المجاني وفي النضال من أجل الديمقراطية كما كان دائما، باعتبار أن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كان في مقدمة نضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتقدم والعدالة الاجتماعية؟ واش كاين مداخل؟ أنا كنعتقد بأنه وهنا غنسير بشكل كبير الكلام اللي قال سي بدوي، ليس هناك مدخل آخر غير المدخل الطلابي نفسه، وغير المدخل اللي يمكن يخلقوه الفصائل الطلابية والقوى الطلابية والامتدادات ديالها خارج الحقل الجامعي، أي الارتباطات الموجودة ذات البعد السياسي. يمكن نتكلم عليه في يعني في مشارب اليسارية، ولذلك هذا الجانب المرتبط بما هو موضوعي كان موجودا منذ الستينيات ومنذ السبعينيات، ولكن عندما تتجاوز الحركة الطلابية ما يمكن تسميته بالحظر الذاتي، أي مشاكلها التنظيمية ومشاكلها البينية، تستطيع أن تتغلب عن العوامل الموضوعية، يعني الحظر القانوني وكل أشكال التضييق. نحن نتكلم في إطار سياق سلطوي، لا نتكلم في إطار سياق ديمقراطي، ولذلك شيء طبيعي جدا أن تكون الحركة الطلابية كما غيرها من الحركات الحزبية وغير الحزبية والحركات المناضلة والحركات الحقوقية اللي تكلم عليها سي إسلامي وكذا، أن تعاني مثل هذا التضييق. هذه المواجهة ديال التضييق لا يمكن أن تتم فقط بالوقوف عنده، هو سبب موجود، ولازم الحركة الطلابية ولازم الحركة النضالية، لو لم يكن هذا التضييق لما كانت هذه الحركة النضالية أصلا طلابية أو سياسية أو حقوقية. ولذلك أعتقد أنه في المقام الذي أتكلم فيه ومن الزاوية التي نعالج منها الموضوع،
نحن نبتعد بمسافة زمنية مهمة جدا عن الحقل الجامعي، عن تفاصيله، عن مشاكله اليومية، وهذه ربما فيها جوانب سلبية ولكن فيها جانب موضوعي يسمح لنا بالنظر لهذه القضايا من 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 زاوية مختلفة ومن زاوية أكثر 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 يعني موضوعية. لا يمكنني أن أتصور، أنا الذي عشت في اليونان وتربيت تربية سياسية وتربية نقابية وحتى في الجوانب المرتبطة بتكويني التعليمي داخل هذه المدرسة، أن أكون مع مثلا يعني سطو على مقر أو إغلاق مقر أعتبره بأنه ضرب جانب رمزي يهم طلبة ويهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ولكن مع ذلك هذا الإشكال سيظل قائما إذا لم تستنهض الحركة الطلابية الهمام، وإذا لم تقع تحركات داخل الحركة الطلابية. وعندما أتكلم عن الحركة الطلابية أنا أعي جيدا بأنه الحركة الطلابية اليوم ليست هي الحركة الطلابية ديال التسعينيات وديال الثمانينيات. اليسار اليوم الموجود داخل الجامعة ليس هو. المكونات الآن، المكونات في الحقل الجامعي لم يعد المحدد فيها إيديولوجي وفكري وسياسي فحسب، أصبحت هناك مكونات هوياتية ثقافية. الحركة الطلابية لم يعد فيها فقط اليسار، هناك اليسار وهناك تعبيرات سياسية أخرى لها أيضا نفوذها ولها أيضا طلابها. ثم هناك عدد من الإشكاليات المرتبطة بالمسألة التعليمية، أنه نحن نتكلم عن الطلبة وعن الحركة الطلابية لا يمكن فصلها عن الفضاء العام، عن المشكل العام اللي هو المشكل التعليم. المعطيات المرتبطة بالتعليم تغيرت بشكل كبير. الآن هناك البنية الطلابية، بنية التفكير الطلابي تغيرت. أنا أستاذ في الجامعة وأخالط الطلبة يوميا، إلى أي درجة أو ما هو العدد أو ما هو حجم الطلاب المعنيون الآن بمثل هذا النقاش الذي نقوم به؟ نحن عشنا في ظروف مختلفة جدا، كان هناك لا يزال نوع من صيت الطلابي أو الحركة الطلابية أو الحركة الفصائلية داخل الجامعة. لا أعتقد أنه مثل هذه مثل هذا الزخم لا زال موجودا، هو لا زال موجود ولكن ليس بنفس الزخم. هذا التفاعل بين الحركة الطلابية وبين ما يحدث في الخارج، يعني استنادا إلى تلك المقولة الشهيرة التي كانت يتم ترديدها في الحلقيات الجامعية وفي المظاهرات لكل معركة يعني في المجتمع صدها يعني في الوسط الجامعي، إلى أي درجة ما تزال يعني مطروح. ولذلك أنا لا أريد أن أحصر فقط المشكل فيما هو ذاتي وفيما هو فصائلي وفي النقاش حول القوى الوطنية ولا القوى الديمقراطية ولا القوى كذا، ولا لا أريد أن أختصر لأنه ربما هذا فيه نوع من التبسيط، ما في ذلك شك. هناك مشكل موضوعي قائم مرتبط بالتضييق الذي تمارسه الدولة، مرتبط بالتغيرات التي حصلت في الحقل الجامعي والحقل التعليمي وفي العالم، في العالم، لأنه نحن لا نعيش في جزيرة الوقواق، لا نعيش معزولين عن ما يجري يعني في محيطنا. إلى أي درجة سي بدوي تكلم على التجربة الشيلية، وربما تكلمنا على التجربة الجزائرية، وربما تكلمنا على تحركات طلابية هنا وهناك، ولكن هل ما يزال الآن من الممكن أن تكون الحركة الطلابية حركة طليعية كما كنا نفكر فيها، أي أنها في خط الدفاع الأول أو لنقول خط الهجوم الأول من أجل تغيير ومن أجل ثورة ومن أجل يعني عدد من الشعارات التي طبعت يعني مراحل معينة، وأنا هنا لا أزدري منها، أنا يعني أفتخر وأن أكون جزء منها في مرحلة معينة، ولكن الظروف تغيرت. القوى التي كانت لها امتدادات في الحركة الطلابية بغض النظر عن ما لها وما عليها،
الآن أصبحت في مواقع أخرى، أصبحت في مواقع حكومية، لم تعد قوى معارضة بنية تغيرت لديها. أستاذ حمد الله يخليك، مادام تكلمنا على أنه بعض الفصائل الآن موجودة في مواقع أخرى، رجعت لي بيا شوية المرحلة اللي كنا فيها في اللجنة الوطنية للحوار الفصائلي، واش كتذكر؟ لأن قلتي في نفس الآن المدخل الطلابي المشكلة الحل هو موجود في المدخل الطلابي نفسه، أن دائما الحركة الطلابية تصطدم بما هو سياسي، بما هو سياسي بمعنى أنه التأثير ديال المحيط السياسي أو الأحزاب السياسية أو القرار السياسي خارج الجامعة. مثلا في الحوار الوطني الفصائلي قدمنا بشكل كثير وجينا شي ستة الجلسات الحوار وهذه، ولكن في آخر مطاف نهار جاء القرار اللي جاء التعيين ديال الأستاذ اليوسفي كوزير أول إلى غير ذلك، جبرنا في حال اللي كاين واحد التغير في التعامل مع في الحوار من طرف ديك الساعات التفاصيل ديال الاتحاد الشراكي إلى غير ذلك. في المؤتمر 17 شفنا بأنه رغم أنه الطلبة مع بعضهم بإمكان يتوافقوا، لأن دائما في المؤتمر ديال الاتحاد الوطني واحد المرة يسيطر هذا التوجه واحد المرة يسيطر هذا التوجه، ولكن في الوقت اللي كان بإمكان يتوافقوا في المؤتمر 17 جاء اليزغي وقال لهم الإخوان ديال الاتحادين أنا ذاك يلا برا خرجوا برا، بمعنى أنه القرار كيجي من فوق، ماشي الطلبة هما اللي كيقروا في استقلالية تامة لما يجري في وضعهم الداخلي في 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 مؤتمراتهم ولا في اجتماعاتهم ولا إلى غير ذلك، وهذا الشيء مؤثر وهو اللي ساهم في تفتيت الحركة الطلابية في واحد لحظة من اللحظات، بحال اللي قلتي أن حتى شي حد عاود كان كي ربما كان كيعطي شي حاجه اللي اقوى او اكثر من قوه ديال الحركه الطلابيه. في نظركم واش الطلبه الان يمكن يستفدوا التجربه ديالنا حنايا السابقه اللي ممكن فيه ما خليناش القرار للطلبه، او لا انه كنخليو القرار كثير للطلبه كيما درنا وحنا خلينا القرار كثير للطلبه ربما ما يوصلوها بحال اللي وصلوها دابا تمزق، خلينا ما خليناش يوم القرار وتدخلنا فيهم قال ما كنحافظوش على الاستقلاليه ديالهم بل يمكن نزيدوا لهم تيره بله. كيفاش انتم دابا عايشين في الجامعه ولكن بمنظور اخر وبتجربتك كيفاش كتشوف انه يمكن ساهموا من خارج الجامعه في تطوير الحوار والحوار بحال اللي قال رفيق البدوي؟ نعم يعني المساله الاولى هو اريد تدقيق معطى. اولا نهايه الحوار الفصائلي أو الحوار الفصائلي كان في بداية التسعينيات، انتهى رسميا في 1994-1995، وكنا وقتها بعيدين جدا عن فكرة التناوب وعن فكرة تعيين الأستاذ اليوسفي وزير أول، ولذلك لا علاقة لهذه المسألة بموضوع الحوار الفصائلي داخل الاتحاد الشراكي. في هذا معطى يمكن ما تقدمش فيه، النهار اللي كنا مجتمعين آخر لقاء في المقر الشبيبة الاتحادية في الرباط كفصائل كان في نفس الآن اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الشراكي في المقر المركزي للاتحاد الشراكي باش يناقشوا هذا الاقتراح ديال الملك محمد السادس محمد الحسن الثاني ديال تشكيل الحكومة ديال التناوب آنذاك. لا هذاك التناوب هذوك المحاولات المجهدة الأولى والثانية في 1994 وليس في 1998، يعني أربع سنوات فيما بعد سيعين اليوسفي وزيرا أول مباشرة بعد الحوار الفصائلي أو ربما أثناءه إذا لم تخني الذاكرة، كانت قد تشكلت خلية للتفكير على مستوى الاتحاد الشراكي وطنيا برعاية عبد الرحمن اليوسفي لمناقشة كيفية تعاطي الاتحاد الشراكي في تلك الفترة مع موضوع الجامعة، وفي مقدمة موضوع الجامعة هو موضوع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وأنا والأستاذ حسن طارق اللي هو سفير المغرب الآن في تونس من توليا صياغة يعني التقرير النهائي لهذه الخلية التفكير أو لمناقشات خلية التفكير داخل الاتحاد في تلك الفترة. يمكننا أن أعترف بأنه لم تكن هناك رؤية موحدة حول قضية التعاطي مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كانت هناك تقريبا ثلاثة وجهات نظر
تتجادى بالنقاش داخل الاتحاد. ولذلك لم يكن هناك نضج لفكرة واحدة في قضية التعاطي، كان هناك اتجاه يدافع على الصيغة الكلاسيكية بأنه اليونان شرعيته مرتبطة بالتنظيمات اليسارية بالفصائل اليسارية بامتداداتها الحزبية أو بامتداداتها السياسية يعني بالنسبة للفصائل الأخرى. ثم اتجاه آخر يقول لا يمكن أن يكون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجود في وضع التسعينيات في ظل تجاوز الإسلاميين التي هي قوة يعني موجودة وقوة معارضة في تلك الفترة وقوة استطاعت أن يعني تكسب مساحة من التواجد في الجامعات وكانت قد يعني قادت حركة تعاضديات. نتذكر هذه المسألة يعني بشكل كبير. وكانت هناك فكرة ثالثة تقول بأنه الاتحاد الاشتراكي يمكن أن يؤسس منظمة لوحده، منظمة طلابية خاصة به، وهنا لا أقصد القطاع الطلابي الاتحادي الذي كان جزء لا يتجزأ من تنظيم الشبيبة الاتحادية. فيما يتعلق بعلاقة السياسي بالنقيب وعلاقة هذا، أنا أعتقد بأنه أنا لا أريد هنا أن يعني أخلي الشمس، هذا التداخل كان موجودا لا في الحق النقابي العام ولا حتى في الحق الطلابي، ولا أعتقد بأنه حتى الفصائل الطلابية اليسارية الأخرى كانت بعيدة عن هذه الامتدادات، لا أعتقد. ولا أعتقد بأنه هذه الامتدادات خارج الجامعة وهذه الارتباطات السياسية بين الفصائل الطلابية وبين امتداداتها الخارجية يجب أن ننظر إليها بأنها شأن أو شيء يعني قبيح أو شيء غير جيد أو شيء غير مطلوب أو شيء غير كذا. لا أعتقد بأنه هذه المسألة، ربما في بعض الأحيان قد تكون هذه الامتدادات السياسية تسهل وجود بعض التوافقات، وكنا في تلك الفترة في حاجة إلى وجود توافقات، كنا مقتنعون بأنه لا يمكن لليونام أن يستعيد عافيته إلا من خلال نقاش يمكن أن نستحضر فيه بعض المعطيات السياسية. أوكي أستاذ. لأنه الحوار الفصائلي ما كانش برادو فار. الحوار الفصائلي يعني وإلا لا يعني لما كنا قد سميناه حوارا في تلك الفترة. ولذلك لا أعتقد بأنه الطلبة الاتحاديون كانوا يتحركون خارج تصورات وأفكار واختيارات الاتحاد الاشتراكي وخاصة الشبيبة الاتحادية، ولو أن الشبيبة الاتحادية كانت هي نفسها تضع بعض المسافات تجاه بعض الاختيارات الرسمية للحزب، وهذا شيء يعني معروف. ولا أعتقد بأن طلبة التقدم والاشتراكية كان لهم تصور يعني آخر. على كل نقاش أنه قد يطول على الأرابية بعض تيم الأرابية يعني القائد كان ربما يعني تصور أخرى لأن عندنا ضيوف أخرين. أنا ربما سنخصص لها الحلقة حلقية أخرى لأن هذه المحطة مهمة جدا، للأسف ضيعناها ويجب أن نعترف بذلك، علما كل واحد يتحمل فيها جزءا من المسؤولية. نمشيه مباشرة البدوي مع العلم أنه السعيد انسحاب 1981 أعتقد أنه لم يعد سرا أنه في أوساط الاتحاد الاشتراكي يعتبر خطأ، يعني يعتبر خطأ ما في ذلك شيء. أوكي. البدوي. وي. رافق البدوي، سمعت الحوار اللي جيناه الآن مع الأستاذ البوز اللي هو حدته عاش نفس تقريبا نفس المرحلة اللي عشتها حتى أنت. كيفاش الأستاذ البدوي كتشوف أنه المداخل الممكنة النضالية الممكنة وحتى السياسية الكفيلة باش نسترجعوا هذا الهيبة ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونعاودوا المكانة ديالها نظرا الأدوار التاريخية اللي لعبت هذه الحركة الطلابية اللي قلت أنها لعبت أدوار بحال الحركة الطلابية في العالم كلها كتلعب أدوار مهمة جدا، وفي المغرب كانت دائما يضرب لها ألف حساب وحساب. حتى المنظمات الدولية كانت في الوقت اللي كانت تحاول ما يمكن تخرج تبنى الموقف كيقولوا شنو قال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وشنو قالت الجمعية المغرب لحقوق الإنسان. الآن المخزن تمكن يعزل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحتى الجمعية المغرب لحقوق الإنسان مهددة في وجودها وفي مكانتها باش يحيدها حتى هي باش ما تكونش هذا الصوت نشاز.
ما رأيكم أخي البدوي في الإمكانية ديال إعادة هيبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من موقع تجربتكم ومن موقع متتبع الوضع اللي كيجري الآن في الجامعة المغربية؟ تفضل. شوف، أنا دائما كنقول على أن طلبة مثقلين على رؤوسهم بزاف، بحال اللي هزين واحد الحقيبة كبيرة فيها واحد التاريخ طويل وعريض وثقيل، ولهذا يعني شحال ما خاضوا في المراحل الفايتة شحال ما غادي يلقاو نفوسهم ما كيخوضوش في الحاجات ديال اليوم. كذلك حتى هذه القضية ديال الفصائل والفصائل يعني مثقلين أكتافهم بالسياسة. أش المقصود بهذا الشيء؟ ماشي يعني أن الحركة الطلابية ما معنياش بالسياسة ولا ما مفروضش تتعطى للسياسة، ولكني خص تكون واحد العمل سياسي محوره القضايا نتاع الطلبة، محور هذا العمل السياسي القضايا ديال الطلبة، تكون واحد العلاقة سلسة مع المجتمع السياسي المغربي الديمقراطي والتقدمي، ولكني ما تكونش الحركة الطلابية عايشة الهموم ديال الماضي وديال الحاضر. لو كان كنت طالب اليوم، أنا بالنسبة لي المؤتمر 17 بعيد يعني زمنيا وتاريخيا بعيد، حتى الفاعلين فيه جزء منهم ما بقاش موجود. انتم تكلمتوا على الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية، اليوم كحزب داخل الجامعة ما موجودش، هو حزب في الحكومة من مدة طويلة وبالتالي ما بقاش كاين. حزب التقدم والاشتراكية كذلك ما بقاش كاين. القوى الأخرى وقع فيها تحولات، منظمة العمل صارت جزء من الاشتراكي الموحد وإلى غير ذلك. يعني الماضي ما خصوش يكون محور ديال يكون اهتمام، هو جزء من الذاكرة، ولكني ما خصوش يتحول إلى محور نتاع الخلاف والاختلاف. يعني بالإضافة لأننا مختلفين على الحاضر مختلفين كذلك على الماضي. اليوم الحركة الطلابية بمكوناتها التقدمية، كنقول مكونات يعني بما فيها الجديدة، كنتكلم على مكونات كنقصد التقدمية، لأن الاتحاد الوطني للطلبة المغربي منظمة تقدمية. يعني هنا باش نكونوا متفاهمين، يعني لما كان الواحد سلفي، لانه تتصور معايا واحد سلفي يمشي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ويقول لهم باغي ندافع على حقوق الانسان حتى انايا، ولكن ايش من حقوق الانسان اللي غادي يدافع عليها سلفي في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اذا كان الامر يتعلق بحريه الضمير ولا بحريه الفرديه والى اخره. يعني ما كانش كنتكلموا على القوى التقدميه اللي يعني واخا اختلفت نظرت فصائل وجات وحده ثانيه، هذه الفصائل خصها تركز على الحاجات ديال اليوم. اليوم الحركة الطلابية خص يكون شعارها الإضراب العام، ولكن هذا الإضراب العام محتاج التحضيرات. الإضراب العام محتاج لواحد العمل مسبق، لواحد اللقاء، محتاج لواحد الثقافة نتاع تكتل، ثقافة نتاع العمل الجبهوي، ثقافة نتاع التحالف، محتاج تغيروا هذه الحاجات. يعني اليوم ما عندوش معنى، يعني اصبح الموضوع منفر، لكن شي واحد مازال كيعتبر على انه الجامعه هي بشكل حصري ليه. لا، لان هذا منفر حتى للنخب، منفر الاكاديميين الملتزمين، منفر الاساتذه. خص تكون واحد علاقه سلسه ما بين الاساتذه، ما بين انا بعض المرات انا دائما كندير مراجعات، يعني مع انني ما بقيتش طالب، هذه 30 سنه ما رانيش طالب، كنقول لي ليه. انا اكتشفت مؤخرا بانه راكم طالب عاد دوزتوا امتحان اليوم دوز امتحان وان شاء الله ننجحوا فيه ان شاء الله. تفضل. داكشي مثلا قبل اسابيع قالت لي صديقه على انه قرا عبد الصمد ديالمي في فاس، في المرحله اللي كنت انا طالب في فاس، وانا ما كنتش نعرف على انه عبد الصمد ديالمي كان يقري في الجامعه. صور شخصيه مهمه، عالم اجتماع مهم كيما عبد الصمد ديالمي، وفي الوقت اللي كانت الجامعه بالنسبه لينا عطينها وقتنا 100%، ما كنتش عارف انه كاين استاذ. ما كانش عندي انا ولا ربما رفاق اخرين علاقه مع استاذ بالحجم وبالوزن وبالتاثير نتاع عبد الصمد ديالمي. بالتالي الحركه الطلابيه خصها استراتيجيه جديده، الحركه الطلابيه خصها ترسخ الثقافه نتاع العمل المشترك. العمل المشترك اليوم ما بقاش مشكل نتاع الناس يكونوا مختلفين سياسيا، ما بقاش مشكل. يقدر يكون واحد جدري بزاف وواحد شويه اقل
وواحد شويه اقل من القل ماشي مشكل. كذلك كان قضايا اخرى اللي خص الحركه الطلابيه تنظر فيها ولو انها ما هياش قضايا نقابيه محضه، ولكن صارت قضايا مجتمعيه. هذا الشيء مرتبط بالاشكاليه ديال المجتمع ككل، حتى برا ما كاينش التسع كثير وما كاينش التعاون كثير وما كاينش التعاضد والتحالف والتكتل الجبهه الديمقراطيه من اجل التغيير الديمقراطي والتغيير الثوري ولا تغيير ذاك المجتمع اللي المخزن مشى كيطحل كلشي دابا. واش كتشوف ان الخلل غير في الطلبه ولا كلشي مرتبط؟ لا صحيح صحيح المسألة، هذه المشكلة. على هادشي أنا شخصيا بعض المرات كنحس على أنه إلا كنا غير إلا كان السياسة بالنسبة لنا وهو انتقاد المخزن، فما غاديش نبقاو غير كننتقدوا المخزن، ننتقدوه على مدار السنوات والأعوام والعقود. يعني خصنا كذلك نخصوا جزء من جهدنا للبناء والتوافق وللقاء وللحوار، وهذه حاجة مهمة بالنسبة لي. الجماعة ربما ملي كتكون عندك واحد القوه في واحد الساحه الطلابيه وانت شاب، بعض المرات كتقول يمكن يعني كتحس بداك الشيء ديال الاكتفاء الذاتي، يعني انا كافي نفسي بنفسي ما محتاجش لغيري. وهذه هي اللي خصنا نتجاوزوها. الجامعات المغربيه خصها تشبك العمل ديالها فيما بعضها بعض، على الاقل في بعض المحاور، مثلا ذاك محور مكناس فاس القنيطره، ثم في الجنوب مراكش اكادير بني ملال، ثم في الشمال طنجة إلى آخره. إنه من سنة 1989 اللي درت في هذه المقاطعة الموحدة ما بين 4 و5 الجامعات، إلى يومنا هذا ما كانش معركة موحدة، ولهذا مطروح مسألة ديال الإضراب العام كهدف في الأفق المتوسط، أو لا إلى ما كانش في المنظور في المتوسط، ولكن قبل منه خص خطوات كثيرة. ونرجع لنا يا غير نأكد لنا من كان هضروا ما كان نتابعوش الوقت، أنا عارض لي الوقت كيفوت بزاف. إذا كان طلبا تاع كلية الطب قدروا يديروا معركة موحدة مع بعضهم بعض، رغم أنهم يعني يفترض أنهم ماشي هما اللي حاملين، مع أنهم حتى هما جزء تاريخيا من الجامعة المغربية ومن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ولكن إذا هذا الموضوع خصنا احنا كنشطاء كمناضلين كمعارضين والمناضلين الطلبة كذلك ينظروا فيه ويخوضوا فيه. لماذا استطاعت كلية الطب أن تتوحد حول ملف مطلبي معين وأن تأخذ معركة موحدة التي حصلت على الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي، ولم تستطع الحركة الطلابية بمواقعها التاريخية وبالمواقع التي تعتبر نشطة وفاعلة لم تستطع أن تأخذ معركة موحدة؟ الحركة الطلابية مفروض من الدورة التاريخية ديال العمل المجتمعي يخفت ويضعف، كما حصل بعد حراك الريف وبعد حراك جرادة في هذه اللحظة الحرجة اللي متغولة فيها القوى الأمنية. كيخص المقاومة ديال الحركة الطلابية تكون في هذه اللحظات الحرجة دائما حاضرة. يعني حصلت 20 فبراير من بعد جات الحركات الاجتماعية، كيخص في اللحظة على الأقل اللي تخمد فيها الجدوى نتاع الحركات الشعبية، الحركة الطلابية تكون دائما حاضرة بقوة. وهذا عمل يعني وما ما هوش مستحيل. هذا عمل كيطلب تواضع، كيطلب سفر. الطلبة كيسافروا اليوم ماشي كما بكري ما كناش نسافروا. كاين سفر، كاين تفاوض اجتماعي، كاين ماشي قبل كان الى تفاوض والتفاوض بين قلت الحوار والتفاوض، تفاوض من أجل تأسيس المشترك. عندي غير واحد القضية صغيرة نص دقيقة. كان واحد القضية سميتها البيئة، واحد القضية اللي اليوم كتحرك قطاعات طلابية في العالم كامل. البيئة بالمعنى ديالها ديال الإيكولوجي اللي داروا الناس داروا، أو لاتش قضية زايدة، قضية ترفية، هي قضية جوهرية. وخاصة احنا مغاربة من ولاد البادية ولاد الصحراء ولاد المناطق اللي تصحرت وقضايا أخرى ومناطق اللي تنهبت الخيرات ديالها وتلوتت البيئة ديالها. هذا الموضوع أنا يؤسفني جدا أنه مازال ما محاضرش في الخطاب وفي الاهتمام ديال الحركة الطلابية وديال حتى الحركة السياسية. صحيح، هذا النقطة ديال البيئة العام اللي فات غير السنة المنصرمة هنا الحركة التلاميذية في بلجيكا، الحركة التلاميذية خرجت بالآلاف في الشوارع ضد اتفاقيات المناخ ولا الى غير ذلك. المهم نمشيو للضيف الرابع الاستاذ اسلامي، كتسمع لي؟
غنطرح لك نفس السؤال تقريبا، شنو هي المداخل القانونيه والنضاليه والسياسيه الكفيله باسترجاع هيبه اوتيم، مكانه اوتيم، قدره اوتيم على مواجهه التحديات؟ تفضلوا استاذ عبروا، وبعد يصبر معنا الاستاذ رشيد لان الوقت كيحاصرنا، يصبر معنا ندير عندكم واحد كلمه اخيره كاملين بكم. تفضل استاذ. سير دير انه في بدايه الثمانينات ملي الدوله نزلت بما يسمى بالاصلاح الجامعي انذاك، نزلت بالمقابل بجهاز سميتو الاواكس، وهو جهاز بوليسي لقمع الطلبه وللتجسس عليهم الى اخره. هذه المعادله استمرت في تاريخ الحركه الطلابيه باشكال كثيره ومختلفه، وفي كل مره تهيئ الدوله لمخطط ما تهيئ في نفس الوقت شروط لاجتثاث كل امكانيات المقاومه التي تختزنها الحركه الطلابيه في ذاتها وتختزنها في مواقعها، لان الشريحه الطلابيه كشريحه 99% منها جايه من الاحياء الشعبيه ومن الباديه ومن الطبقات الفقيره، وبالتالي فهي تختزن هموم الصحه والشغل والسكن وغير ذلك من القضايا التي تهم الشعب المغربي. الحركه الطلابيه عرفت مشاكل وازمه وعرفت تحولات في تركيبتها وفي اساليب تفكيرها وفي اساليب نضالها. ما ينقص الحركه الطلابيه اليوم هو التنظيم المركزي مثل اي مجتمع منظم. الحركه النقابيه المغربيه اليوم ما ينقصها هو تنظيم مركزي بما فيها الحركه العماليه. الحركه الطلابيه هي حركه نقابيه وبالتالي ينقصها تنظيم مركزي. النظام المخزني يتحمل المسؤوليه الان، ويجب ان نحمله المسؤوليه في انه يعمق جراح الحركه الطلابيه ويمنعها من حقها في التنظيم ومن حقها في نوع من الراحه بين قوسين التي تسمح لفصائلها ولنشطائها القدامى والجدد وللمكونات بالتفكير في مستقبل الحركه الطلابيه وفي اعاده بناء تنظيمها. المداخل، ما هي المداخل الممكنه؟ اعتقد بان المدخل الاساسي هو مواجهه إسلامي؟ إسلامي؟ نعم؟ وي؟ كتسمع لي؟ قبل ما نتكلم على المداخل الله يخليك، شوف واش ما كتلاحظش معايا بأنه في السنوات الأخيرة الشباب بدأوا يبدعون خارج الجامعة، يبدعون في المدرجات ويبدعون في الحراكات الشعبية كما حدث في الريف وجرادة وطات الحاج وإلى غير ذلك، في الوقت اللي الجامعه ما كتواكبش هالتطور للمجتمع. الجامعه نورمالمون دائما كانت تعكس ما يجري في المجتمع، بالاكثر من ذلك كل المعارك في شعار كل معركه جماهيريه صدى في الكليه، ولكن الان تاثير قليل جدا، فقط انه في الجامعه نلاحظ بعض الاسابيع الثقافيه وبعض المعارك اللي هي، وخاصه كاين بعض الفصائل اللي كياخذوا داكشي بشكل مهرجاني، اسابيع ثقافيه الله يعاوننا عنك. في الوقت اللي النضال الطلابي كان في وقت من الأوقات ذلك عملية يومية، متابعة يومية، نقاش يومي، مواجهات يومية. الآن تضاعف ذاك الشيء ولا نحمل المسؤولية لأحد طبعا الحال، ولكن كيف ممكن ربطوا ما بين ما يجري في الشارع وما يجري في الجامعة؟ تفضل استكملوا شيء المداخل و... نعم، ما بين الأشياء التي حالت دون أن تلعب الحركة الطلابية دورها الأساسي هو اجتثاث التنظيم. هذا عامل فيه ما هو موضوعي وفيه ما هو ذاتي. لقد غابت الحركة الطلابية عن حركة 20 فبراير بشكل كبير، وإن كان هناك حضور لبعض الطلبة ولكن لم يكن في مستوى حجم ودور الحركة الطلابية. كما غابت الحركة الطلابية كحركة منظمة وكصوت وناطق رسمي في مختلف المحطات السياسية التي كان يمكن أن تحضر
فيها. لنتذكر أنه حينما كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظما كان يقف ضد زيارة الفاسيين إلى بلادنا والصهاينة. اليوم ولا سوسة من مواقع الجامعية تجاه بارز، لا سوسة بارز نحو تطبيع. في نظري المواجهة تتطلب وقوف الفصائل على الأزمة الذاتية للحركة الطلابية. من ناحية الموضوعية الصورة واضحة وتتطلب مواجهة المخططات، ولكن يجب الربط الجدلي بين مواجهة المخططات وإعادة بناء الذات الطلابية المنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وأعتقد أن من المداخل الأساسية، وهذا رأيي الشخصي، هو أن الحركة الطلابية بمختلف فصائلها يجب أن تضع أمام أعينها هدفا قريبا واستراتيجيا في نفس الوقت، وهو المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأن تعد لذلك العدة الأدبية والتنظيمية بشكل تساوري بين مختلف مكونات الحركة الطلابية وباحترام المبادئ التاريخية للاتحاد الوطني لتربة المغرب. ثانيا، نبذ العنف الطلابي لا يمكن أن يقبل اليوم أن يعنف أبناء الشعب أو أن يقتل أبناء الشعب. أكيد أن لليد الخفية دور في اختراق هذه الممارسات البعيدة عن تاريخ الحركة الطلابية وعن مبادئها. وعلى كل الفصائل أن تعي بأن نبذ العنف هو مدخل أساسي لنبذ الإقصاء وللاعتراف المتبادل في إطار مبادئ أوطم التاريخ. شكرا. كذلك لم هذا ما أشار إليه الربيع بدوي على القضايا الطلابية. لا يمكن أن تسبح الفصائل في عالم الإيديولوجيا بشكل مثالي، لا بد من ربط الحركة الطلابية بمطالب الطلبة، وهذا هو الدور الذي نجحت فيه بعض التنسيقيات في جميع كل الحساسيات حول الملف الطلابي وحول الشعارات الديمقراطية المقبولة. كذلك لا يمكن عزل الحركة الطلابية عن المحيط الاجتماعي الذي هو البيئة التي تعيش فيه وعن القوى الديمقراطية وعن القوى الحية في البلاد. لا بد من تسير هذه العلاقة بين الطلبة لتكون هناك ما يسمى بالتثاقف بين مدرستين، مدرسة الشارع ومدرسة الجامعة. إذن هذه بعض المداخل التي أراها ضرورية. ولكن كذلك ما هو دور خدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب؟ طبيعة الحال ما يقوم به مناضلون لجنة المتابعة ومناضلون آخرون من خلال الكتابة أو من خلال أساليب مختلفة لإحياء أو للحفاظ على ذاكرة المبدئية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعلى الآليات التي كان يشتغل بها في تدبير الاختلاف بين مكوناته وفي الحفاظ دائما على الوحدة التنظيمية للحركة الطلابية. على هؤلاء أن يلعبوا دورا مهما في تسيير العلاقة بين الحاضر والماضي، لأن بدونها تسير تضيع حلقات مفقودة من تاريخ الحركة الطلابية ويضيع جيل من الوعي الذي كان ينتج مفكرين مرموقين أصبحوا يلعبوا دورا في حقل الفكر والثقافة والمسرح والسينما وغير ذلك والعمل الجمعوي وغير ذلك من الأنشطة المجتمعية التي تؤسس للمشروع المجتمعي البديل الذي نشهده كمشروع مجتمعي ديمقراطي. كذلك لا بد من أن تحتضن الحركة الطلابية ثقافة حقوق الإنسان. لقد رأينا بأن المؤتمرات الحركة الطلابية كانت سباقة حتى قبل تأسيس الحركة الحقوقية المغربية، كانت سباقة إلى طرح حقوق الإنسان في أدبياتها وفي مؤتمراتها. إن حقوق الإنسان اليوم الكونية والشمولية أصبحت مرجعا لا غنى عنه في التعاطي مع المكونات. وأخيرا العمل الجبهوي. ما حصل في تجاربنا السياسية المعاصرة من إزهار حركة تشرين فبراير، من قمع لحراك الريف وحراك جرادة وكل الحراكات، من إضعاف لليسار عبر الاعتقال
ضرب الحقوق، الحق في التنظيم، الحق في التعبير إلى آخره. كل هذه الأمور أصبحت تبين بأن البوصلة يجب أن تحدد بدقة من هم أعداء القضايا والمصالح الطلابية، ومن هم أصدقاء طلبة وأصدقاء الحركة الطلابية، وبالتالي تحقيق اصطفافات تسمح بخلق جبهة شعبية لمواجهة الاستبداد والفساد، وللسماح بجو جديد لفرض ضمانات الحق في التنظيم كمدخل أساسي للتحول الديمقراطي ببلادنا. يتكلمون من المستقبل. نعم كمل فكرة باش نرجع ندير دورة أخيرة، كلمة أخيرة موجزة للجميع، كمل الفكرة ديالك. نعم، ما لاحظناه كذلك بالنسبة للمدرسة الطلابية أن العديد من الطلبة أصبحوا يتخرجون، ولكن هاد الطلبة تحت ضغط الحق في الشغل، وتحت ضغط التصنيفات التي تقوم بها الأجهزة المخزنية، ينفلتون من الحركة النضالية ويرجعون إلى الفكر اليومي، وبالتالي هذا يضعف دورهم داخل المجتمع. أكيد ليس الجميع ملاحظ مثلا بأن موسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد استطاعت أن تجمعها هي أيضا العديد من الطلبة رغم حساسياتهم المختلفة، وأن تفرض في نقاش، لان التنسيقيه الاساتذه كتعطي الاكل ديالها في اطار توحيد نضالات ديال الاساتذه المتعاقدين. تنسيقيه طلبه الطب بحال اللي قال رفيق البدوي عطات الاكل ديالها، الان في حال انه الطلبه خص اعاده النظر في اشكال جديده او يبدعون اشكال جديده للتنسيق فيما بينهم من اجل اعاده هيبه الاتحاد الوطني طلبه المغرب واستشراف الافاق المستقبلية. نخليك هنا رفيق، بعد نرجع عندك نعطيك كلمة أخيرة. كنعتذر الأستاذ رشيد زميلي لأن قلنا ساعة ونص، دابا دوزنا 16 دقيقة. نعطي لكم كلمة أخيرة لكل متدخل حول ما أمكن، ما تدوش جوج دقائق الله يرحم الوالدين، باش لأن غدا أنتم خدامين وإحنا خدامين والمستمعين يمكن عياو ومتابعين. نبدأ بالأستاذ بطيب. أستاذ بطيب عندك كلمة حرة، ولكن مزيان إلا بغيتي تقول لي. كتسمعني أستاذ بطيب؟ كنسمعك طبعا. خير الله، عندك كلمة حرة ولكن تقول لي فيها إلا بغيتي شنو هو المطلوب من قدماء أوتيم والقوى الديمقراطية التقدمية من أجل استنهاض الوضع ديال اتحاد الحركة الطلابية وحماية مكتسباته وعلى رأسها المقر المركزي لأوتيم. تفضل أستاذ. أولا أنا كنظن بلي الجميع اللي عنده إمكانية قريب من الرباط أو موجود في الرباط أو على الأقل موجود في المحيط ديال الرباط يكون نهار الحد 2 فبراير في المقر ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. من ساعة؟ أنا مع نهار الحد 2 فبراير ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال يكونوا تما باش نردوا بشكل واضح، نقولوا الوزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة اللي جاوب الصحافة نهار الخميس 23 يناير قال أنا ما فراسيش، ما عنديش معطيات. هو رئيس، هو المسؤول الأول على وزارة الشباب والرياضة اللي رفع الدعوة، كيجاوبنا الخميس اللي داز ما فراسوش، هاد الخميس ما بغاش يرد نهائيا على السؤال عنده علاقة بقضية المقر المركزي. أنا كنظن أولا أنا ولد طبعا ولد الياسر كان فهم بلي كنتكلموا على امور كبيره، ومني كنبغيو نتكلموا كنتكلموا على كل شيء وكنجبدوا كل شيء وكنعقدوا الموضوع، ولكن كنساو في بعض الاحيان بحسن نيه وفي بعض الاحيان عن حكمه وتبصر ننساو بلي ان كل قضيه فيها رقم واحد، فيها الخطوه الاولى، فيها بعد استعجالي، ما كيحتاجش اننا نحلوا المشاكل ذات البعد الاستراتيجي وندقوا ونشوفوا الاشياء الاخرى من ناحيه السياسه. لا، اليوم خص المقر يبقى في الحيازه القانونيه ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، وخصو يبقى رمز من رموز
وجود الحركة الطلابية. هذا موضوع ماشي سهل، هذا موضوع ما فيش اللعب، هذا موضوع من وراء تضحيات. كلكم توما اللي كتكلموا من وراء الشاشات دابا قدمتوا تضحيات، كاين سنوات ديال الجري، كاين اللي تطرد، كاين اللي تمنع من انه يكون في بلاده، كاين اللي فقد اشياء ثمينه، كاين اللي فقد حياته، كاين اللي فقد سنوات من السجن. هذا ماشي موضوع سهل. حنا امام واحد الامانه تاريخيه كبرى، المقر خصو يبقى رقم واحد، كل شيء بدون استثناء خصنا نكونوا نهار الحد 2 فبراير في المقر، خصنا نكونوا نهار الجمعه غادي يجيبوا القوه العموميه، غادي يجيبوا القوه العموميه نهار الجمعه 7 فبراير مع 10 الصباح، هما معلقين الاعلان باش يقتحموا المقر ويسيطروا عليه. خاص الرئيس ديال المنظمه يكون ويتسلم المفاتيح من طرف الحراس، وخص المفوض قضائي نجيبوه كلنا كقدماء، ويسجل الواقعه بان الحارسين محمد فرحان وابراهيم فرحان قد سلم مفاتيح المقر، كنقصد المقر لان المقر فيه البيت الحراس وفيه المقر، وسلم مفاتيح المقر ديال الاتحاد الوطني طلبة المغرب اللي فيه مكتب الرئيس ومكتب امين المال ومكتب الكاتب العام وجانب الارشيف. سلم له المقر وسلم له المفاتيح ديالو، سجلها المفوض القضائي وتسجلها الصحافه الوطنيه وتذيعها وتبثها عبر الوسائل ديالها للراي العام. هذه مسائل استراتيجيه اساسيه خصنا نديروها، هذه مداخل اساسيه خص المقر يبقى ونذكروا النقاش غادي يستمر. المداخل الاخرى، انا اولا مع الفكره ديال نوقفوا تقسيم النقابه لاوطيم. تقسيم كاين تقسيم غير معلن عن طريق النزعه الفصائليه، كل واحد هو الاتحاد الوطني طلبة المغرب. انا مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب موحد، خص الفصائل تمشي في هذا الاتجاه وما تغلبش الرايات ديالها، لان ديك الرايات الوجود ديالها في الجامعه اساسي باش دير دعايه وباش دير كذا، ولكن ما خصوش يكون على حساب الطلبه. انا ماشي فقط مع اوطيم تقدمي، انا مع اوطيم جماهيري وديمقراطي ومستقل وتقدمي، والتنسيقيه ديال طلبة الطب نجحت لان ما حطوش الفيتو، ما حطوش الفيتو ديال يكونوا غير تقدميين في القياده ديال التنسيقيه. التنسيقيه الوطنيه عندها قيادات على مستوى كليات الطب والصيدله وطب الاسنان على الصعيد المدن الجامعيه اللي فيها كليه الطب، وعندها قياده وطنيه، كل شيء موجود على مستوى القياده من مختلف المشارب. شكون اللي تقدمي؟ واش دابا يقدر شي واحد يقول لنا جمال عبد الناصر تقدمي؟ باسم التقدميه اليوم كاينه صفقه القرن، باسم التقدميه كاين اجتياح، كاين اجتياح الاحتلال الروسي وغير الروسي لسوريا، وباسم التقدميه تمنعت المعارضه تتكلم. التقدميه هي الديمقراطيه، الطلبه هما اللي اختاروا. ما يمكنش شي حد يعوض 900 ألف طالب اليوم ويعوض الصوت ديال 900 ألف طالبة وطالب ويقول لها لا، شكون اللي خص يكون في الاتحاد الوطني طلبة المغرب؟ الطلبة يختاروا، توفر لهم. احنا كنناضلوا سياسيا وغير سياسيا باش الطلبة توفر لهم الإمكانية ديال تقرير مصيرهم طلابي، هما يختاروا قيادتهم وهما يحاسبوها. كيف ما بغى يكون الحال، ما كاينش شي حد اللي غادي يمكن له يبقى تما 17 عام. هذه راه ماشي، ما يمكنش الطلبه اولا، ما يمكنش، ما نخافوش الطلبه ما عندهمش اساس موضوعي. رايك واضح استاذ بوطيه، يمكن تشكل فيه واحد البيروقراطيه كنعتبر عليهم كلشي. لذلك انا تنقول الاشياء هذه خليو الطلبه واليسار خصو يدير حوار سياسي مع الامازيغيين ومع الاسلاميين المعارضين، خص حوار سياسي، خص الاسلاميين يحلوا الاتحاد الوطني اللي كيسميوه اتحاد وطني طلبه المغرب كمدخل الى بغاو الحوار السياسي المبدئي. خصهم يحلوا داك الشيء اللي سميتو اتحاد وطني طلبه المغرب، لانه ترسم في اطار المؤامره اللي قادتها الاجهزه الامنيه في سنوات التسعينيات. ما يمكنش يقولوا لنا الديمقراطيه وكتمنعونا هنا ولهيه، وهما مرسمين اتحاد خارج على الاعراف وخارج على التقاليد. خصو بعض المداخل تدار، الطلبه خصهم مؤتمر وطني. هما ما كيقولوا والو في المقر دابا، كيقولوا الكتابه العامه ديال ما يسمى، وسمح لي نقول لك ما يسمى، انا عندي اصدقاء كثر كيعرفوني وكنعرفهم ايامات كنا في الجامعه وغير الجامعه، عندي اصدقاء كثر، ولكن صدرت ما كتابه عامه ديال ما يسمى بالاتحاد الوطني لطلبه المغرب، بيان تدين فيه المساله ديال السيطره على المقر. الفصائل خصها تصدر، الفصائل مؤخرا في الايام القليله الماضيه. أوكي. الايام الفصائل، اسمح لي اخي سعيد جمله، لان الوقت كيلاخر 25 دقيقه تفضل، ولكن الفصائل خصها تصدر البيان. انا عشت في جامعه محمد الاول في وجده، الى تقطع بيان كتوقع مع جزائر،
كتقول لي لا المقر ما كيعني والو هو غير جدران. انت بيان الى حيدوه لك مرحيط الجامعه كتسد 6 شهور. المقر مهم والمقر رمز والمقر هو المدخل باش نطرحوا المساله ديال الحريه. حنا ماشي دراري صغار راه ما كنلعبوش هنا ما كنلعبوش وما بانتليش لينا انا فعلا ما كندافعوش على عقار خصو يكون في هذه الملكيه ولا في هذه الملكيه. حنا راه مع الحريه ديال العمل النقابي في الجامعه خصها تكون والطلبه يوليو ينظموا نفسهم وتوفر الاشياء والطلبه يختاروا شكون اللي غادي يمثلهم لان هذا الوقت كيتطلب ذلك. شكرا استاذ بوطيب وجهه نظرك محترمه احييك على هذه التوضيحات اللي قدمتيها كل شيء فيما يخص مقر الاتحاد الوطني المغرب وتطوراته. نمشي مباشره للاستاذ البوز. استاذ البوز لديكم كلمه حره. انتم الان انتقلتوا من واحد الموقع كنتي وطالب اوتامي الى استاذ جامعي، شنو ممكن تقولوا الان للطلبه؟ تفضلوا استاذ. نعم انا كنعتقد بانه هذه الجوانب اللي تكلم عليها السي محمد بوطيب مهمه المرتبطه بالمقر، ولكن كنعتقد بانه النقاش حول اليونام لا يتوقف فقط في قضيه المقر، لانه المقر كيف ما قال السي البدوي ماشي بنايه ولا ماشي فيلا وماشي جانب مادي، وربما حتى القيمه ديالو من الناحيه الماديه ماشي هي المهمه، القيمه الرمزيه اكثر. ولذلك كنعتقد بانه يجب ان يكون هناك عمل يعني لاحق مرتبط بالوضعيه ديال اليونان. من يجب ان يقوم بهذا العمل؟ لا جدال بانه هذا موضوع ديال الطلبه، في ذلك الشكل موضوع ديال الطلبة، موضوع ديال الفصائل الطلابية. يمكن أن أذهب بعيدا لكي أتأكد لكي أقول بأنه الفصائل الطلابية بمختلف ألوانها ومشاربها وربما حتى مرجعيتها، مادام تأكدت على الجماهيرية أكثر من الجوانب الأخرى. ولكن كنعتقد لأنه هذا العمل الأساسي هو اللي كيقول هذه المبادئ ماشي أنا. وعلى أي حال، على أي حال، لا على أي حال، يعني ربما المرجعية المقصودة هي أنه كاين تغير على مستوى بنية التكوين ديال الحقل الجامعي وديال الحقل الأوطامي لنكون واضحين في هذه المسألة. ولكن كنعتقد أنه هذاك الشعار اللي كان لكل معركة جماهيرية صداها بالجامعة الآن خصو يجب أن يعكس وأن يصبح بأنه هذه المعركة التي يجب أن تخاض داخل الجامعة يكون عندها صدى في المجتمع. وكان نقصد صدى المجتمع كان قصد الهيئات الحقوقية، الهيئات المدنية والهيئات السياسية التي لا تزال تفكر في اليونان وتفكر في الحركة الطلابية وتعتبر بأنه الحقل الشبابي عموماً وضمن الحقل الطلابي مهم كآلية من آلية التغيير، كآلية من آليات صنع البدائل اللي يعني عندها واحد الوظائف مرتبطة بالمسألة التعليمية. ولكن الجامعة والمسألة التعليمية ككل هي جزء من واحد يعني حراك اللي كيشمل التغيير داخل المجتمع. اش كنقصد بالتغيير داخل المجتمع؟ كنختصروا في الكلمه ديال البناء الديمقراطي. ولهذا اعيد واكرر بانه هذا النقاش وانا سعيد جدا به مع الـ مع الزملاء ومع الاصدقاء ومع الرفاق، ربما نحتاج الى نقاش اخر، ربما في مستويات اخرى، ربما بزوايا المعالجات الاخرى. يصعب علي أن يكون لي سيناريو مرسوم ومحدد بدقة حول ما هي المخارج الممكنة. لم أعد أفكر في اليونان كما كنت أفكر من قبل، لم أعد منخرطا في قضايا اليونان كما كنت منخرطا في من قبل. الخراط الآن ربما عقلاني أكثر منه عاطفي، والعمل داخل الجامعة يحتاج إلى كثير من العاطفة ويحتاج إلى شيء من العقل. ولهذا كنعتبر بأنه هذه الحلقة أتمنى أن تكون جزء من هذا التفكير الجديد، والتفكير الذي يجب أن ينصب حول يعني إعادة استنهاض
الحركة الطلابية واستمرار الحركة الطلابية كفاعل من ضمن فواعل ومن ضمن فاعلين آخرين اللي لا يزالون يحملون يعني الهم ديال الديمقراطية وقضايا أو يوجدون في خط الدفاع الأول عن الديمقراطية. شكرا. شكرا أستاذ أحمد. الرفيق البدوي. لكم الكلمة الأخيرة أخي البدوي، تعرف ما كرهناش يكون عندنا أوطم قوية وسترجع مكانتها وقوتها في المجتمع، ولكن ماشي المتمنيات كتحقق بسهولة. عندكم كلمة حرة عبروا فيها كما بغيتوا. بغيت غير نقول بالنسبة إلى كانوا متابعينا طلبة ونشطاء من داخل الجامعة، على أن هذا الشيء تفاعل طبيعي، ما يعني ما متحكماش فيه روح الإملاء ولا روح الجامعة المغربية. مهمة للمجتمع المغربي ومهمة للوطن ومهمة لنا كنشطاء سابقين، هذا تفاعل طبيعي. بغينا ديك الطاقة ديال الجامعة وديك القوة ديال الجامعة وذاك الرصيد ديال الجامعة يكون في خدمة المعارك ديال المجتمع بشكل عام، وبالخصوص المعركة ديال التحرر وديال الديمقراطية، معركة ديال التغيير، المعركة من أجل المغرب فيه قدر من الحرية ومن العيش الكريم. يعني في نهاية المطاف هنا ما كاينش شي ديكوتومية نتاع ما بين اللي في الجامعة واللي خارج من الجامعة، ما كاينش هاد الثنائية. كنعتبروا نفوسنا يعني رفاق وعلاقة ما بين سابقين وما بين الراعي ديال اليوم، كيتعنينا الموضوع ديال الجامعة ماشي من موقع الإملاء ولا يعني نتاع ما تحكماش فينا الفكرة ديال قولوا الطلبة أو شخصكم تديروا، ماشي هادشي، هو مساهمة في النقاش. هذا النقاش ممكن يكون حاضر في الجامعة ومساهمة في النقاش. بغيت غير يعني خلال هذا الحديث وعلى المقار وعلى الجامعة وإلى آخره، جاني البال ديالي مناضلين سابقين ديال الجامعة بالإضافة اللي راهم تماك كما الأستاذ أحمد والرفيق حفيظ ديال وجدة، ولكني تفكرت الحنودي الحبيب والمجاوي اللي مناضلين حتى هما في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي اليوم راهم في الحبس نتاع طنجة. نرسل لهم تحية وروح ديال التضامن وعطف من هذا المكان اللي راني فيه. وبغيت كذلك نتذكر معتقلين طلبة، يعني قضية الجامعة هي كذلك قضية معتقلين طلبة اللي يمكن ما كنعرفوهمش كاملين. كاين طلبة من مناطق نائية موجودين في حبسات في فاس، في تازا، يمكن في وجدة، مراكش، يعني يمكن ما قضيتهم ما معروفاش. قضية المعتقلين هو مطلب دائما ديال التقدميين وديال الديمقراطيين ونتاع الحركات المناضلة والحقوقية، نطالب باسترجاع بالإبقاء على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كرمز الكفاح والتاريخ، ونطالب برفع الحظر على أوطيم، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين. وإحنا مستعدين نكونوا على تعاون وتواصل وتفاعل مع الطلبة والمناضلين والنشطاء من أجل المساهمة في إرجاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب دوره في الكفاح وفي النضال. وشكرا سي سعيد الرفيق سعيد على الدعوة، وعجبني أنني نشوف أحمد الأستاذ أحمد لأن هذه مدة ما تصادفت معه، نتعرف على محمد الطيب وحافظ راني كنشوفه مرة في قرسيف مني كنزور البلاد كنتلقى به وكنتعاودوا شوية. تحياتي سي البدوي، غنعطيو له الكلمة السي حفيظ يختم هذه الجلسة. تفضل أستاذ. أنا استمتعت مع الرفاق ديالي بالأخطاء اللي طرحت، وأتقاسم جزء كبير منها. اللي نبغي نضيف أو نأكد عليه هو أن معركة المقر هي معركة، هي مدخل لمعركة
طويلة هي استرجاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى دوره التاريخي كمنظمة طلابية، وكنركز على هذه القضية ديال التنظيم، ولهذا كنركز على أهمية ديال أن يكون ناطق رسمي باسم منظمة طلابية عندها الإمكانية ديال خوض معارك موحدة على الصعيد الوطني وطرح المشروع ديالها والمقررات ديالها والمبادئ ديالها. وي استاذ اسلامي، استاذ اسلامي للاسف تقطع الخط، سنضطر لاستاذ اسلامي. اوكي شكرا للأستاذ الإسلامي، للأسف تقطع الخط. وغنختم هذه الحلقة بتقديم الشكر الجزير على هذا الحوار الهادئ والهادف الذي ساد ما بين ضيوفنا الأستاذ أحمد البوز، وهو أستاذ جامعي وعضو لجنة انتقالية لأوتيم بفاس أوائل التسعينات، والأستاذ محمد بوطيب المناضل السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعضو لجنة المتابعة المنبثقة على اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر لمركز الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والرفيق حماد البدوي مناضل أوطامي سابق بجامعتي وجدة وفاس وناشط سياسي بالأجر وصاحب كتاب سنوات الرمل. وإذا سمحت الرفيق، والصحفي سعيد الذي قطع المسافة ما بين تطوان وطنجة مشيا عن الأقدام فارا من رجال الشرطة، وأنا سعيد جدا أن ينشط هذا الحوار رفيق غادر المغرب وكانت له الإمكانية أن يعيش في الخارج ودخل عندما احتاجه فصيل طلب القاعدين تقدمين، وأقول لك هذا من كل قلبي. شكرا لك، شكرا لك رفيق، احترام متبادل وتحية للجميع، كل واحد قدم قام بالواجب اللي عليه، احنا قدرنا إلى الواجب وكل واحد دار الواجب من أجل بقاء هذا الفكر الحر، الفكر الديمقراطي، الفكر المتنور، الفكر الذي يحترم الآخر، والفكر المتسامح، والفكر الذي ينظر إلى مستقبل أجيال، مستقبل المغرب، مستقبل الإنسانية. كل واحد جاهد بطريقته، بأفكاره، بأحاسيسه، بمشاعره، بأمواله، بكل ما يملك، من أجل أن يبقى أوتيم حية إلى الأبد، أن يبقى الشعب المغربي حرا، أن تبقى أن يطلق كافة معتقلين سياسيين، أن تطلق الحريات، أن يحترم حقوق الإنسان، أن نبني ذلك الوطن المتعدد اللغات والجهات والثقافات، وطن يتسع للجميع، وطن ينظر إلى مستقبل أبنائه وليس إلى الفاسدين المتحكمين فيه. شكرا لكم جميعا. لا طبيعة الحال لا يمكن أن ننهي هذه الحلقة إلا إن قلت بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين القابعين الآن في سجون الظلم والعار، سواء كانوا معتقلين حراكيين أو أوطاميين أو أبناء الشعب المغربي الذين عبروا بما يضمنهم لهم الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صدق عليها المغرب. أعرف بأنني لا يمكن لي بطبيعة الحال، هناك رفاق وأصدقاء ومناضلين كثر عاشوا هذه التجربة الأوطمية، ولكن الجوانب التقنية لا تسمح لي أن أستدعي أكثر من أربعة ضيوف. لذلك أضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع حوار فصائلي طلابي بطبيعة الحال، للأسف حل قلت ما يمكنش أستدعي أكثر من بعض الناس، ولكن سأعلن عن أسماء المشاركة في الأيام القليلة المقبلة، وسيتواصل هذا الحوار حول أوتيم ومستقبله وكل قضايا الشعب المغربي. أختم بدعوة بطبيعة الحال إلى لقاء يوم دراسي يوم الأحد المقبل من تنظيم التجمع الريفيين ببلجيكا، تخليدا لذكرى رحيل مولاي محمد الذي سينظم هنا في بروكسل،
والذي سيشارك فيه كل من الدكتور مصطفى أعراب حول موضوع مقارنة المشروع الثوري الخطابي والمشروع السياسي للحركة الوطنية، والدكتور محمد البطيوي حول التجربة الحقوقية الدولية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وللتذكير أن محمد البطيوي هو من بين الأشخاص الذين قدموا دعوة ضد الجلادين في المغرب في سنوات الرصاص، والدكتور محمد العساتي حول التجربة الإعلامية في أوروبا أي آفاق، مع تنظيم ثلاث أوراش، ورشة أولى حول الإعلام، والورشة الثانية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، والورشة الثالثة حول التنظيم والمالية. الدعوة مفتوحة للجميع، واللقاء سينعقد بشارع غي سان فانسون نيميرو 30140 إيفر. أحيي الجميع، أشكر كثيرا على صبر زميلي ورفيقي رشيد من جنود الخفاء كما يقال، اللي صبر معنا، قدرنا ساعة ونص الآن دازت ساعتين، لأن أعرف حوار حول الطلبة وخاصة لقاء حميمي مع رفاق قدماء ما يمكنش نحسمه في نصف ساعة ولا في ساعة، وأكيد كان الكثير ما في جعبتهم ما يقولونه، ولكن أتركهم لفرصة أخرى. أحييكم واحدا واحدا، أقبلكم وأحيي كل المشاهدين ومشاهدات لقناة تلفزيون، وإلى يوم الخميس المقبل، مع التحيات.